مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وانا العاصمه، والنهارده هنا الستات، وهنا الستات دي اخر حلقه قبل رمضان، وان شاء الله نرجع لكم بعد رمضان بهنا الستات مره اخرى. النهارده احنا دايما في حلقات هنا الستات كنا دايما بنتكلم على نماذج لمشكلات، ست عانت، احلام ما تحققتش، نماذج مختلفه لمشكلات عانت منها المراه. النهارده هنقدم العكس، هنقدم نماذج نجحت، نماذج قدرت، نماذج حلمت وقررت انها تكمل حلمها وبالفعل قدرت انها توصل بحلمها، مش بس انها تحققه جوه مصر ولكن للعالمية. وهنتكلم مع بنات صغيرين قدروا ان هم عن طريق التصميم، عن طريق الرقص، عن طريق الفن، عن طريق حاجات كتيرة جدا، جرافيكس، الرياضة، كل المجالات، وهم في سن صغير جدا قدروا ان هم يعملوا مشروعات صغيرة او بأحلامهم او بمهاراتهم قدروا ان هم يوصلوا ل يعني مرحلة متقدمة، وقدروا ان هم كمان يوصلوا ان العالم بيعترف بيهم ويقول هذه مصممة من مصر، او هذه راقصة باليه من مكان الفلاني، او هذه مثلا مصممة جرافيكس من مصر، وهذه لاعبة من مصر. الحقيقة ان احنا النهاردة قررنا ان احنا يكون معانا نماذج مختلفة من هؤلاء الفتيات علشان نقول انه الحياة مش كلها مشاكل. صحيح ممكن يبقى عندك احلام ما تتحققش، بس كمان ممكن يكون عندك أحلام تتحقق، المهم يكون عندك الإصرار والقوة والعزيمة. قبلها هيكون عندنا فقرة مهمة جدا عن انتفاضة الدولة لاستعادة الأراضي التي تم التعدي عليها بعد توجيهات السيد الرئيس بأن يتم استعادة حقوق الدولة على أراضيها بنهاية الشهر الجاري. النهاردة هيكون معنا دكتور جمال سلامة عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة السويس، وهيكون معنا اتصالات كثيرة جدا حول هذا الأمر، خاصة ان في يعني اجتماع مهم جدا النهاردة تم عقد ما بين المهندس ابراهيم محلب والفريق اول صدقي صبحي ووزراء الداخلية والزراعة والتنمية المحلية والفريق محمود حجازي، ويعني عدد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عدد كبير جدا من المسؤولين بيشوفوا ازاي هيقدروا يطبقوا ما طلب به الرئيس ويستعيدوا اراضي الدوله، وهكلمكم على ده بعد قليل. ايضا عندنا حوار بالساتلايت اجريناه مع كريس جارفيس رئيس البعثه الفنيه لصندوق النقد الدولي لمصر، وعنده اخبار كتيره جدا حول برنامج مع الصندوق، ماذا في المرحله المقبله، كلام عن الدولار، الكلام عن التضخم، شهاده الصندوق عن مصر في المرحلة المقبلة، أو يعني الشهادة اللي أطلقها الصندوق عن مصر، كل ده هيكون معانا بعد قليل. قبل ما نبتدي الأخبار، الحقيقة إنه النهاردة هذا الاجتماع المهم اللي كلمتكم عليه اللي بيتكلم عن أراضي الدولة بداية تحرك جاد جدا من أجل مش بس استعادة أراضي الدولة، لكن الحقيقة استعادة هيبة الدولة. وإحنا هنا لما بنستعيد أراضي الدولة، أو واحد بندخل عش دبابير، لأنه في عصابات من الفساد مستشرية داخل الحكومة وداخل الدولة، مستشرية في كل مكان علشان الأراضي دي ناس تحط إيدها عليها والموضوع ينتهي. لكن لو فعلا وواضح ان في تحرك سريع وجاد جدا من الحكومة بعد توجيهات السيد الرئيس، احنا هنا بنستعيد الأراضي، بنستعيد حقوق المصريين، وبنستعيد وهو الأهم هيبة الدولة، وليكون الحصول على أي أرض بالقانون. فكرة إن إحنا نكون دولة قانون ممكن يكون كلام، ممكن يكون مجرد شعارات، لكن لما يطبق على الأرض ولما يشعر المواطن أن هناك تطبيق القانون على الأرض بالعدل بين كل الناس، وأن ما فيش حد كبير أو صغير يقدر يحط إيده على أرض وبقوة سلاح ياخدها زي ما بيحصل في مناطق الحدودية، أو بقوة مال ياخدها دون أن يدفع حق الدولة، أو بقوة بلطجة ياخدها، لأن في بلطجية كتير جدا بيدخلوا بالسلاح ويدخلوا بعصاباتهم في أماكن كتيرة جدا، في قرى وفي أرياف وفي أراضي كتير جدا، يروح حاطط إيده ويطلع البلطجية ويبقى حاول بقى أن أنت تاخد قطعة الأرض دي.
لما يشعر المواطن أن قوة القانون نافذة وأن الدولة بتنفذ القانون أيا كان اللي بياخد قطعة الأرض، هنا هيبة الدولة بترجع. وده اللي احنا هنحاول أن احنا نساعد عليه. امبارح الرئيس في حواره مع الأهرام كان بيتكلم على أن الإعلام يساعد، وانا قلت امبارح احنا مستعدين بكل قوتنا ان احنا نساعد في هذا الامر. هذه بعض لقطات النهارده، بعض الازالات اللي حصلت في عدد من المحافظات. محافظين النهارده كلهم بداوا مجموعه من الازالات. انا بس عندي سؤال دايما بساله، هو ليه لازم الرئيس يقول عشان الناس تشتغل؟ هو ليه لازم يزعق ويصرخ ويقول، يعني يبتدي يبقى يعني عصبي ويبتدي يزعق ويشخط في الناس علشان تحرك زي ده يحصل؟ هو ليه لازم تبقى يعني ليه لازم هو يبقى قراره علشان الحاجات تحصل؟ هذا يعني ده قانون يا جماعة، دي أراضي الدولة ما احنا عارفين. هنتكلم على لجنة إبراهيم محلب، والحقيقة اللجنة قامت بجهد كبير لكن كانت بتحتاج دعم، أكيد كانت محتاجة لمزيد من الدعم، وأظن أن الدعم موجود دلوقتي. هنتكلم على استعادة أراضي الدولة بعد قليل، لكن خلونا نشوف أولا عناوين الجزء الثاني من حوار الرئيس للصحف القومية. والحقيقة الجزء ده أيضا مهم جدا، وفي أخبار وفي يعني تصريحات شديدة الأهمية. بيقول وأنا اخترنا الأهرام، وطبعا الحوار مع الأهرام والأخبار والجمهورية بيتكلم أن الإرهاب لم يعد يهدد بقاء الدولة وشعب مصر وحده صاحب القرار. والحقيقة في عنوان مهم جدا آخر، القضاء مؤسسة محترمة ومجلس الدولة وضعوا اختيارهم وسأتخذ قراري طبقا للقانون والمصلحة الوطنية. طبعا احنا عارف فاهمين هنا طبعا هذه القصة، القصة انه مجلس الدولة قرر بعد تعديل القانون انه يرشح المستشار يحيى الدكروري مرشح واحد فقط وليس كما قال القانون ثلاث مرشحين، وهو بذلك يؤكد على مبدأ الأقدمية اللي حاول القانون ان هو يغيره. فالرئيس قال سأتخذ قراري طبقا للقانون وللمصلحة الوطنية، وده كلام واضح جدا. اذا قرار الرئيس مهم، وهنشوف هياخد اي قرار. اتكلم ايضا، سئل عن الترشح لفترة رئاسية تانية وقال لكل حادث حديث، لكن من الواضح ان الرئيس يعني بما انه يعلن على المصريين زي ما قال في النصف الاول من الحوار في يناير او فبراير ما قام به منذ تسلم البلد، انه بالتاكيد هيترشح لفتره اخرى. اتكلم على ايضا نشارك في القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه بالرياض باستراتيجيه ذات امل عريضه، نقدر الدعم الروسي والعلاقات لا تتوقف على موقف على موضوع واحد، لا أقبل بأي محاولة للنيل من عمق العلاقات المصرية المصيرية بين مصر والسودان، دور إيجابي لمصر لإيجاد حل سياسي في ليبيا ورفع حظر التسلح عن جيشها الوطني أساس تحقيق الاستقرار وعودة الدولة. أعتقد الجزء ده كان معظمه عن الشؤون الخارجية وأيضا عن يعني شؤون السياسة الخارجية، لكن اتكلم ايضا عن الفتاوى، قال الفتاوى غير المسؤولة ضد جزء من النسيج الوطني تؤكد تخلف الفهم الديني ورد المواطنين ابلغ المواطنين عليها ابلغ رد. الحكومة تدرس مقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية بعد ارتفاعها بمعدل يزيد 3 أمثال عن زيادتها في الصين، وده مهم جدا. نتمنى ان الحكومة تخرج به فعلا سياسة سكانية واضحة لان ده موضوع مهم. مؤتمر دولي للشباب في نوفمبر ومسؤولون أجانب طلبوا الحضور. لا أنسى مشهد أولاند مودعا ماكرون بكل لطف وأمان وأتمنى تكراره في بلادي، يعني يتمنى فكرة أن الرئيس يسلم رئيس. صحيح أن كان عندنا الرئيس عدلي منصور سلم الرئيس سيسي، لكن في النهاية هو عايز انتخابات طبيعية يكون فيها رئيس يسلم رئيس، وده طبعا مشهد كلنا كمصريين نتمنى ده، وده معناه انه فعلا رئيس سيسي يعني مصر على انه يسلم مهمته سواء بعد هذه المرحلة او المرحلة المقبلة يسلم مهمته لرئيس اخر. ترامب شخصية متفردة لا تقبل بغير النجاح، ونثق في قدراته ووعوده، وهناك اشياء نعلن عنها واشياء لا نعلنها. يعني اتمنى ان انتم تقروا هذا الحوار، والحوار الحقيقه مهم. اظن ان ده
يعني من قراءتي لحوارات الرئيس يمكن ده أهم حوار. الحوارات السابقة يمكن ما كانش فيها أخبار محددة. هنا الرئيس بعد طبعا فترة حكم مثلا 3 سنين ابتدت الجمل تبقى فيها أخبار، بقى فيها قرارات، ويعني الحقيقة أنه أظن أن هذا الحوار ربما عناوينه كمان والمتن كمان الحقيقة مما قرأناه في الجزء الأول أنا قريته بالفعل كأنه كأهم حوار أجراه الرئيس السيسي منذ يعني بدء حكمه لمصر. ننتقل للأخبار، والنهارده كان في لقاء قمة بين الرئيس السيسي وملك الأردن العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني. هذا الحوار أهميته مجموعة من الأمور، في مقدمتها إنه قبل القمة العربية الأمريكية التي ستعقد في الرياض، القمة دي سيشارك فيها الرئيس السيسي وعدد من الدول. كان في اتصال هاتفي ايضا بين الرئيس السيسي وترامب، والرئيس السيسي وعفوا وترامب والملك عبد الله. تنسيق المواقف المصريه الاردنيه مهم جدا قبل هذه القمه وقبل زياره ترامب لاسرائيل، وهي زياره ايضا مهمه. فكره ان احنا نضع المبادئ بتاعه لو في حوار عن السلام، في كلام عن مؤتمرين، في أنباء عن مؤتمر قد يعقد في الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، وفي كلام عن مؤتمر قد يعقد في الأردن بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أردنية أيضا. فالحقيقة أنه لسه أردنية مصرية، فلسه هذا الحوار يعني لم يرشح عن خبر أكيد، ولكن اللقاءات المصرية الأردنية دائما مهمة قبل أن ننتقل، قبل أن كل القمم ما تعقد. طيب خلونا نبدأ فقراتنا ونشوف لقائنا الذي أجريناه مع كريس جارفيس رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي. أجرينا هذا الحوار بالأمس بعد انتهاء الحلقة بالأقمار الصناعية من واشنطن. معنا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية السيد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر. البعثة أنهت منذ أيام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحقيقة صدر بيان مهم جدا من بعثة الصندوق. الآن مصر تنتظر الشريحة الثانية من القرض. هنسأل السيد كريس على مجموعة من يعني نقرأ معاه بيان الصندوق ونسمع رد فعله عن المراجعة وعن مستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. أنا هقول الأسئلة باللغة الإنجليزية وهيكون طبعا في ترجمة. كريس جارفيس ميشن تشيف فور ايجيبت، اند كريس يور جريت فريند اني واي، ويلكم تو سي بي سي اند جلاد تو هاف يو. Thank you, Lamise. It's nice to be talking with you again. You've had a great statement that was quite positive on the budget and also on the social safety net measures. What can you tell us about that? Well, I think the government has really earned a positive statement and an endorsement from the IMF. They produced a strong budget, one which both helps to bring down the budget deficit and indeed holds out the promise of achieving a primary surplus in Egypt for the first time in many years. And they've also produced a budget which will allow for more spending on the social safety net, which is really important to help protect vulnerable people in Egypt while the adjustment program is going on. So overall, I think a very good budget and very constructive discussions with the government. So when will the IMF board meet to approve the second part of the loan, and when will Egypt get that part? Well, we would expect the board to meet in a few weeks. What has happened so far is that we have what's called a staff level agreement, which is that our mission agreed on the policies that the government is planning to follow.
and we consider that they are strong enough to take the program to our executive board. The executive board has to approve all programs. We expect that to happen within a few weeks, and the money would then be available, $1.25 billion, on the day after the board meeting. What are the coming steps of the economic reform program that Egypt has presented and you've agreed upon? What are the steps of the future? What are the coming steps? Well, it's essentially a continuation of the reform program that was begun in 2014. You know, we see a gradual reduction in the budget deficit, and we expect that to bear fruit in the form of a reduction in public debt during next year. We see measures to control inflation, which is a very important issue. We see the continuation of the exchange rate float, which has been a great success. And we see a pursuit of an agenda of what we call structural reforms, which are really reforms designed to improve the efficiency of the economy, improve the business environment, and stimulate growth and create jobs. And I would single out two very important laws that have been passed recently. One is the industrial licensing law, which we think will make a major contribution, and the other was the investment law. We think both of those will really improve the environment for businesses operating in Egypt, both local and foreign. So that's what you have seen, but what about the coming steps? I mean, what are you expecting for the coming periods? We discussed the 2017-18 budget, which, as I say, represents a continuation of the kind of positive trends we've seen. We discussed with the central bank how to address the issue of inflation, which is very important and which affects so many people. And we're confident that they have the tools to address that. And those laws that I mentioned, you know, passing laws is one thing, implementing them is another. So there'll be the executive regulations and there'll be the actual implementation of important laws. You've talked about inflation, which we are all worried about in Egypt. The prices, this is the main thing that people are suffering from, the high prices and the inflation in general. And you said that you've talked to the central bank about that. Did you advise the central bank to raise interest rates, or do you think what other tools can he use to get the inflation down? Well, there's a variety of tools that the central bank can employ. Interest rates are one of them. So is the amount of credit that banks are able to give, which is influenced by how much liquidity the banks have. But it's not it's the central job of the central bank to help contain inflation, but they also need support from other parts of the authorities. And for example, the government's plans to bring down the budget deficit will also help to reduce inflation. Because over the last few years, it's been a high budget deficit and the money that's needed to be created to finance that, which has been one of the things that's fueled inflation in Egypt. How dangerous is the inflation on the economic reform? How dangerous is it? Well, I think inflation has quite damaging effects in many ways. I mean, for a start, the people that are least protected against inflation are the poorest people. Better off people tend to have money and assets that rise with inflation, whether it's the stock market or property. Whereas, say, people who are on fixed incomes, they tend to suffer more from inflation. You know, one of the things we like about the budget is the stepping up of support for social protection. And we saw a great expansion in Takaful and Karama over the last few months, and the number of people that have been covered by that. And that's really important. But it's also important to maintain the value of benefits which people receive, and those have been eroded by inflation. And you can operate on that in two ways. First, by increasing the value of support,
but also by bringing down the rate of inflation. So that's the sort of present damage that inflation does. The other thing is, over the medium term, it's a lot better for an economy to have a low rate of inflation. It's much more predictable for people if prices aren't going up all the time. And one of the things that we talked about with the central bank, and we were very happy that we had a convergence of views on this, is that there should, as a in the medium term, over the next 3 or 4 years, the aim should be to bring inflation down to single digits and introduce a lot more predictability into prices, and also remove some of those bad effects, especially on poor people, that come from high levels of inflation. What about energy subsidies? Have you talked to the with the government about reducing the energy subsidies within the program that you've agreed with the Egyptian government? There is a scale of reducing subsidies on energies, on oil and whatever. So what is the next step? Are we going to see energy subsidies going down in the year 70, in the budget and the coming year? Well, we did talk about energy subsidies because they're a very important part of the government's program. I mean, I think it's important to realize that even now, after some of the increases in fuel and electricity prices, energy prices still amount to about a fifth of the government's budget, excluding interest. And that's money that could be spent on other things like health or education or social benefits. Both the president and the government are very conscious of that, and they have a plan to eliminate fuel subsidies on most products, on the main products, within about 3 years. We think that's a good plan. We leave the precise timing of measures to reduce subsidies to the government to decide. But we strongly endorse that objective of spending less on fuel subsidies, which often benefit better off people with big cars and big houses, and spending more money on health, on education, on social benefits. But should we be expecting in the coming year another reduction on energy subsidies? Well, as I said, it's for the government to both decide on and announce the particular measures that it's planning to take. The exchange rate is rather stable for a long time, but still, do you think that this is a very high exchange rate? I mean, the pound against the dollar. Do you think it's a high exchange rate, or what do you think is the fair price of the Egyptian pound? Fair value. Well, you know, one of the last interviews I gave on TV, I philosophized a bit about the exchange rate, and I regretted that afterwards. So I'm inclined to say, you know, there's a saying where I come from, once bitten, twice shy. What I would say is that I think the system is working well, and there is now a market exchange rate in Egypt. So the actual exchange rate is going to be determined by market participants, not by economists' views. So we can't talk about the fair value of the pound against the dollar. Well, I'm sure you can talk about it, but I'm not going to right now. Let me take you to something, another question, which is the social safety net. Still, although there is starting to be a good network of a social safety net, still a lot of people do not feel the effect of it across the board. Why do you think this is so, and how can we increase that social safety net? Well, we had a fantastic conversation with Minister Gadawali about this, actually. And she has some great ideas for how the safety net can reach more people and reach them in an effective and fair way. I mean, one of the major developments that is really good is the expansion of Takaful and Karama, and I think also social pensions. There are also smaller initiatives which are still very important, like making more free school meals available for children,
And I know that there are plans underway to try to improve public transportation, which is an element of improving life for people. In terms of why the effects of it aren't being felt more, I think you have to come back to inflation and the importance of containing that, because some of the value of the social benefits that are there has been swallowed up by higher inflation. And that really comes back to what I was saying earlier about bringing that under control and making sure that that the social protection budget is worth what it is budgeted for, what it's intended for. How much is the financial gap, and how are we going to finance that? Well, I think this is going to be a lot less dramatic than it was when we were approving the board. Approving the program in the first place. We currently see a financing gap of about $2 billion. You know, the financing gap is a kind of residual after we've taken into account everything else. And we think that $2 billion can be fairly comfortably filled, probably mostly from the World Bank, which is planning to disperse about $1 billion, and also some money from the African Development Bank and from bilateral countries, mostly European countries, who had pledged some support this year, but some of that is actually only going to be dispersed next year. So I'm pretty comfortable about the financing gap this time around. Chris Jarvis, the mission chief for Egypt from the IMF. Thank you very much. I really appreciate you being with us always. Back in Chris Jarvis, رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر. والحقيقة قال كلام مهم جدا فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري وإن إحنا على الطريق السليم. نتمنى أن نكون كذلك. هذا الحوار سجلناه بالأمس، مجموعة مهمة من المعلومات قالها لنا، يمكن ختمها بمعلومة مهمة أنه الفجوة التمويلية حوالي 2 مليار دولار، وهو مطمئن أن مصر تستطيع أنها تضمن هذه الفجوة. اتكلم على التضخم وقال أن احنا بنسعى لخفض التضخم، وهو واثق أنه البنك المركزي سيعمل على خفض التضخم سواء عن طريق الانترست ريت أو سعر الفايدة أو عن طريق الأدوات الأخرى. اتكلم على الحياة سوشيال سيفتي نت، وده كان كلام مهم، ولدينا معلومات انه، وده اللي قاله الرئيس امبارح، لكن لدينا معلومات إضافية انه الفترة الجاية فعلا سيتم إعلان مجموعة من الإجراءات للحماية والأمان للطبقات المختلفة، منها الطبقة المتوسطة، ده قاله الرئيس امبارح. لكن الحقيقة أنا لما اطلعت على مجموعة من هذه الإجراءات، هي إجراءات ممتازة فعلا، من أكتر المرات اللي أنا يعني كنت سعيدة فيها فعلا، وأنا بشوف مجموعة من الإجراءات المهمة اللي لها علاقة بشبكة الضمان والحماية الاجتماعية، وفعلا دي إجراءات ممتازة إذا ما طبقت، بتستهدف شرائح مختلفة، يعني مش بس الشريحة الدنيا، بتستهدف كمان الشرائح المتوسطة. يمكن دكتورة الوزيرة غدا والي تقول لنا الكلام ده الأسبوع الجاي، يعني لما يكون خلاص يمكن الإفصاح عنه. دلوقتي نتكلم على العبث بأراضي الدولة ومحاولة استعادة هيبة الدولة مرة أخرى واستعادة سلطة الدولة على أراضيها. النهاردة الرئيس يعني كان الرئيس اتكلم حول هذا عن الموضوع ده منذ أيام في افتتاحات يوم الأحد، في افتتاحات الصعيد، لكن النهارده كان في اجتماع مهم جدا زي ما قلت لكم بالامس من مع المهندس ابراهيم محلب والفريق اول صدي صبحي وزير الدفاع، وزراء الداخليه والانتاج الحربي والزراعه والتنميه المحليه، والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه، ولواء احمد جمال الدين مستشار رئيس للشؤون الامنيه، وكبار قاده القوات المسلحه في كل الافرع وفي كل الجيوش، لان هم دول اللي هينفذوا على الأرض، بالإضافة لمساعدي وزير الداخلية لدراسة التكليفات السيد الرئيس. في محورين المجموعة شغالة عليهم، في محور له علاقة باستعادة الأرض، في طبعا تقنين الأرض عن طريق لجنة المهندس محلب أو لجنة استرداد الأراضي، دي بتقوم بتقنين الأرض لمن؟ للناس اللي زرعوا بالفعل واستثمروا بالفعل
وأمامهم فرصة، وبالفعل في آلاف الطلبات لتقنين الأراضي ودي شغالين عليها. لكن في بنتكلم في 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، وده واستردت حوالي 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية و7 آلاف فدان للهيئة المجتمعات العمرانية. الجزء الثاني يتعلق بالقانون، بيدرسوا الثغرات القانونية التي تجعل يتسرب منها من يستولي على أرض الدولة وتخلي حق قانوني. والحقيقة إنه غريب، يعني إحنا البلد الوحيدة اللي الاستيلاء على أرض الدولة فيها بيقنن، والبلد الوحيدة اللي فيها هذا الحجم من التعديات على أراضي الدولة، سواء التعديات على النيل، التعديات على الصحراء، التعديات على الأراضي الزراعية، إحنا عندنا تعديات في كل مكان. أولا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ رميس. يعني خلينا نبدأ بأولا حجم هذه التعديات، هل نقدر أن إحنا نحصر هذا الحجم من التعديات؟ هناك عدة أنواع من التعديات. طبعا بالنسبة للحجم، على 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 سبيل الحجم، أظن أن كثير من الهيئات التي تم التعدي على أرضها لديها حصر بهذا، لكن تبقى مسألة الأراضي الصحراوية التي هي بحاجة بالفعل إلى حصر دقيق أكثر مما هو مطروح الآن. نحن نتحدث عن تعديات على أراضي أوقاف، تعديات على أراضي زراعية، تعديات على أراضي هيئة سكة الحديد، تعديات أيضا على أراضي هيئة الطرق والكباري، وإن كانت طبعا هيئة الطرق والكباري بتزيل التعديات بشكل سريع لأنها بتكون تعديات ملحوظة بشكل آني، فبيتم التعامل معها بشكل حديث. التعديات أيضا على الأراضي الصحراوية، وهي أكثر أنواع التعديات التي يعني بتشهدها أو هي أدت إلى تفاقم المشكلة. المشكلة هي مشكلة مزمنة لأنها يعني ليست وليدة سنة أو سنتين أو بعد 25 يناير، هي مشكلة متطورة من قبل طبعا 25 يناير بكتير، بس زادت بعد 25 زادت بعد كده. فبالتالي ده اللي أدى إلى ما تحدثت أنت عنه في المقدمة، الرئيس بيجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الجيوش، كل هذه الأمور، لأن الدولة بأجهزتها التقليدية أو الروتيني العادي، سواء حتى بأجهزتها الرقابية، يعني لم تستطع أن تواجه هذه الظاهرة منذ سنوات عديدة، منذ عشرات السنين حتى يوم هذا. فيبدو أن هناك تصور جديد للتعامل مع هذه المشكلة. طيب هنشوف هذا التصور، لكن خلوني أقول لكم أيضا الجلسة دي أو الاجتماع ده يعني انتهى بإيه؟ حصر جميع الأراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة، والبدء في أعمال الإزالة فورا، استثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع الدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، سرعة إنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات. بالفعل المحافظات بدأت إزالات النهاردة، عندنا يعني شفنا إزالات في محافظة القاهرة النهاردة، كان في عدد من الإزالات 320 فدان في محافظة القاهرة، محافظة الجيزة كان فيها إزالات في الأنطرة شرق، إزالات في بني سويف، إزالات في دمنهور، أسيوط، الشرقية وأسوان والسويس، كل دي كانت حملات إزالة النهاردة كانت شغالة. طيب معي على الهاتف الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة. مساء الخير يا أستاذ أحمد. يعني كلمني على اللجنة وصلت لإيه حتى هذه اللحظة، يعني حجم الأراضي اللي انتوا قدرتوا تستردوها وحجم الأراضي اللي تم تقنينها. اللجنة تعمل منذ حوالي 14 شهر بتوجيهات هي نفس توجيهات رئيس المنطقة. واحد، التقنين احترام الناس اللي ألبسوا جدية وزرعوا وصفاوا. اثنين، لا الصوت يا جماعة مش واضح. التقنين، سامعني كده يا أستاذة؟ سامع حضرتك، اتفضل. التقنين لكل من أثبت جدية وزرع واستثمر. رقم اثنين، سحب الأراضي فورا من كل من حاول أن يتاجر أو يتربح أو يصقع أراضي الدولة. فيما يتعلق بالسحب، فحبت اللجنة مثلت من خلال قوات إنفاذ القانون إن إحنا نسحب حوالي 80 ألف فدان خلال الفترة الماضية، منهم حوالي 70 ألف فدان أراضي زراعية، 7000 فدان تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية، وحوالي 3000 فدان لجهات متفرقة ما بين وزارة النقل ووزارة الري والمحافظات، منها محافظة القاهرة اللي إحنا ردينا ليها 150 ألف متر كوب إزالة واحدة. ده بالنسبة لسحب الأراضي.
بالنسبه للتقنين طلبت التسليم اكثر من 17000 طلب خلال الفتره الماضيه. هي الاراضي المثبته في طلبات التقنين 2 مليون فدان على مستوى الجمهوريه. لا معلش طب انا عشان الخط بيقطع برضه، جالكوا 17000 طلب، انتهيتوا من كام يعني قننتوا اوضاع كام من ال 17000؟ احنا طلبات طب ممكن نطلبه تاني يا جماعه، ممكن نطلب استاذ احمد ايوب تاني لانه الخط وحش، ويا ريت نطلبه على خط ارضي لو ممكن. طيب ارجع تاني لحضرتك دكتور جمال، يعني ليه مصر فيها كل هذا الكم من التعديات؟ مصر واحده من اكثر الدول في التعدي على الاراضي، ايه السبب؟ اتفق معك، يعني ما فيش دوله في العالم بتسمح بمثل هذا التعدي او الاستيلاء على الاموال العامه، لكن ايضا نتيجة لي في بعض الأحيان قد يكون التشريع غير حاسم، قد يكون الأجهزة التنفيذية نفسها غير حاسمة، أو لا ننسى أيضا الفساد الإداري، يعني نحن نتحدث عن فساد إداري بيقنن هذا الوضع وبيشرن هذا الوضع. الدولة حينما بتقنن وضع واضع اليد في هذا نوع من التنازل، لأن في الأصل هذه في الأصل أموال عامة لا يجوز التنازل والتصالح بشأنها، بتكافئ المتعدي. هو يعني هناك تصور بعد كده ان بيقول طالما ان هذا لا يتعارض، او ان هذه قطعه الارض لا تتعارض مع مشروع تنموي مستقبلي الدوله بتفكر فيه او كل هذه الامور، فبالتالي يمكن ان نقنن هذا الوضع، ولا سيما في المناطق الزراعيه فقط، الاراضي المستصلحه زراعيا، وهذا ما بيتم تقنينه. طيب نرجع تاني، رجع لنا تاني استاذ احمد ايوب. استاذ احمد كنت بتكلمني عن 17000 طلب، قننتوا اوضاع كام من ال 17000؟ احنا اغلقنا باب تلقي الطلبات يوم 15/4 يا استاذ لميس، واحيلت هذه الطلبات كلها الى اللجان المختصه لسببين. اولا انا عايز اتاكد ان الاراضي المسجله في هذه الطلبات صحيحه وارقام صحيحه مش مبالغ فيها. رقم 2 ان كل الاراضي بينطبق عليها توجيهات سياده الرئيس، اللي هي انها تكون اراضي مزروعه بجد مش اراضي مدوره او اراضي تم تسريعها. كل الطلبات دي احيلت، احنا حتى الان الجاهزين للتقنين حوالي 1211 طلب. جاهزين فعلا للتقنين. فقط 1200 من ال 17000 ده قليل قوي. لا ما هقول لحضرتك ليه بقى؟ لانك انت بتاخديهم ده، في عندنا بعد كده 3000 طلب هيروحوا لجان التسعير خلال الاسبوع ده، هيخلصوا تسعير، يبقى عندك على نهايه الاسبوع اللي جاي ده 4000 5000 طلب جاهزين للتقنين. انا يهمني جدا حاجتين، اعين على الطبيعه واتاكد من الارض دي فعلا مزروعه، 2 اسعارها بالشكل اللي يحفظ حق الدوله وفي نفس الوقت ما يهدرش حق المواطن، لان فكره العداله الاجتماعيه طبعا اللي بياكد عليها الست رايس. طب ال 17000 طلب دول تقريبا كام فدان؟ 2 مليون فدان. 2 مليون فدان. هل 2 مليون حسب المسجل يا استاذ امير بالطلبات نفسها. وبالتالي احنا دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بتعملها اللجنه انها تتاكد ان الارقام دي صحيحه، ممكن تزيد ممكن تقل. هل بداتم فعلا يعني في عمليات الاسترداد؟ يعني دي الطلبات، انتوا ابتديتوا فعلا عمليات استرداد الاراضي؟ احنا استردينا بقول لحضرتك حوالي 80000 فدان. 80000 فدان في الاسترداد ده بقى؟ 72000 فدان زراعي، 7070 لهيئه المجتمعات العمرانيه، 3000 لجهات مختلفه منها دي بقى صاحب الارض بيجي يديها لكم، ولا انتوا بتاخدوها يعني؟ لا، قوات انفاذ القانون بتنزل تنفذ قرارات الازاله وفقا للقانون، وبالمناسبه هذه هي كل قرارات الازاله اللي جات لنا من جهات الولايه، بمعنى اللجنه جابت كل جهات الولايه الثمانيه، التنميه الزراعيه، المجتمعات العمرانيه، الاثار، الري، النقل، الاوقاف، قالت لهم ادونا قرارات الازاله اللي عندكم عشان نسترد الاراضي، ادت كل ما وصل للجنه من قرارات ازاله تم تنفيذها وتم استرداد 80000 فدان، يعني اللجنه ما عندهاش دلوقتي اي طلب لقرار ازاله من اي جهه من الجهات. طيب ارجع تاني للناس اللي بتقنن اوضاعها، هل يعني تم تقنين وضع اي حد؟ انتوا لسه بتقول لي لا تم تقنين، تم تقنين وتسليم عقود كمان، احنا سلمنا عقود لبعض كام حد بقى، كام شخص تم؟ احنا في حاجتين، احنا بنقنن نوعين، اراضي زراعيه، 2 اراضي تغيير النشاط زي طريق مصر اسكندريه الصحراوي، واعتقد في حاله واحده من الحالات وهي السليمانيه تم الحصول على ارض بقيمه 2.3 مليار جنيه، هي حق الدوله في المشروع ده نتيجه. هنا اللي بيقنن بيديك ارض ولا بيديك فلوس؟ لا، هنا خدنا ارض لاسباب ثانيه مختلفه خالص، هي اسباب قانونيه خاصه بصعب بملك المشروع، وكان عشان تستردي حق الدوله بسرعه كان ده المتاح قدامك انك تاخد 360 فدان قيمتهم 2.3 مليار. لكن في اوضاع اخرى هكمل لحضرتك حته مهمه جدا. اللجنه بتعمل ايه؟
بنبحث عن مطور عقاري عشان نبدا نبيع الارض دي وربما تجيب اكتر من سعرها عشان نبقى دخلنا لخزينه الدوله. الحاجه الثانيه، احنا دخل خزينه الدوله الان حوالي مليار جنيه من التقنين، سواء تقنين تغيير النشاط او بيع المزادات. احنا بايعين اراضي بالمزاد العالي حوالي 5200 فدان قيمتهم ما يوازي 470 مليون جنيه. فانتوا دخلتوا خزانه الدوله المليار جنيه من بس احسبها مع حضرتك حسبه بقى بسيطه جدا. يا ريت. ايه الحسبه ديت؟ القانون بيقول لي لما تبيع بالمزاد او تقنن خد 10% كمقدم. فالمليار جنيه دي يا استاذه لمير هي جزء من هي تمثل ال 10%. من حوالي 10 مليار جنيه تم التقنين، او 8 مليار تم التقنين بيها، اما تقنين تغيير النشاط، تصالح على تغيير النشاط. طيب. او تقنين الاراضي. فانت توتل المبلغ اللي انت خدته في تقنين الاوضاع ايه؟ حوالي بالظبط 700 مليون جنيه تقنين اوضاع او بيع مزادات، ده رقم واحد. رقم اثنين وده مهم كمان عشان برضه نعرف اللجنه شغاله دي، ال 10% بس ده رقم قليل اصله قوي اللي انت بتتكلم عليه. ال 10% 10% انا بتكلم حضرتك على 10%، يعني تحسبيهم هتلاقيهم ما يقابل 7 مليار جنيه. يعني انا قننت حوالي 7 مليار، ال 10% بتاعتهم 700 مليون جنيه. رقم اثنين وده مهم كمان، احنا اكتشفنا ان هيئه التنميه الزراعيه ليها ديون بره تبقى تعتبر كانت شبه معدومه 2 مليار جنيه. بدأنا نشتغل عليهم في 3 شهور فقط، حصلنا منهم 350 مليون جنيه بداية من شهر واحد حتى الآن 350 مليون جنيه. رقم اثنين، نشتغلنا على المحافظات. محافظة القاهرة لوحدها استردينا ليها 150 ألف متر في موجة إزالة واحدة. أنت عارف يا أستاذ لمين، في جزء قطعة أرض واحدة على كورنيش النيل استرديناها حوالي 10,000 متر، تعرف قيمتها السوقيه تتعدى 6 مليار جنيه. طبعا هو ممكن نفهم. تمام. ال 7000 فدان اللي احنا استردناهم لهيئه المجتمعات العمرانيه قيمتهم السوقيه لو على المتر الواحد ب 1000 جنيه، وحضرتك عارفه ان المجتمعات العمرانيه اقل متر بيبيعه ب 5000 و 6000. لو حسبنا ال 7000 فدان دي على 1000 جنيه بس المتر، قيمتها السوقيه حوالي 8 مليار جنيه. طب ازاي دلوقتي القرار بتاع السيد الرئيس ويعني والاجتماعات اللي بتحصل دي ازاي ممكن تساعدكم؟ وانا عارفه المهندس محلب كان موجود في هذه الاجتماعات، ازاي ممكن تساعد اللجنه لمزيد من انها اما تسترد اراضي او تقنن اوضاع، او انها يعني ازاي هتساعد عمل اللجنه؟ رقم واحد، عندما يصدر الرئيس توجيه بهذا الشكل وهذا الحجم وهذه القوه، هو بيعطيكي يعني دعم رئاسي جديد انت محتاجاه عشان تنسيق الجهود على مستوى كل المؤسسات والجهات من اجل. هل كان عندكم مشكله في انفاذ القانون في اي لحظه من اللحظات؟ لا، قوات انفاذ القانون ما كانش عندها اي مشكله غير مشكلتين. المشكله الاولى انه احيانا كان بيجي لنا الاوراق مش مكتمله. وبالتالي كان بتحصل نوع من التوهان، الارض دي فين؟ احنا كنا بنصل احيانا يا استاذ لمين انك ما انتش عارفه الارض، الخريطه اللي جايه لك الارض بتاعتها مش واضح هي فين. دي رقم واحد. رقم اثنين، الوضع القانوني، ودي كانت مشكله. ليه؟ كنا من البدايه في قرار اللجنه واخداه احترام كل ما هو حكم قضائي او قضايا متداوله امام القضاء. اي حاجه احتراما لدوله القانون كنا بنحترمها. وطبعا عندنا ناس حريفه انهم يلجاوا للقضاء طبعا، وده هنتكلم عليه عشان نقيم امل النزاع. وبالتالي عندنا لجنه قانونيه على اعلى مستوى من المستشارين ورؤساء محاكم استئناف ومستشارين مجلس الدوله بتتعامل مع هذه الملفات بدقه لسبب واحد. احنا كان في قرار مهم جدا بناء على توجيهات الرئيس المهندس محلب اصر عليه، اني مش عايز استرد حته ارض ويرجع ياخدها تاني او يرجع بالتعويض على الدوله. وبالتالي كان لازم كل اوراق اللجنه في اي قرار سواء هنسترد او هنقنن تبقى اوراق سليمه مضمونه 100% عشان ما نديش فرصه او ثغره للتلاعب منها، لان ده كان بيحصل في عقود سابقه وكان دوالي الفساد اللي موجوده في عقود سابقه كانت بتتلاعب وتمكن بعض المستغلين والمغتصبين من اراضي الدوله بدون وجه حق. فده اللي احنا كنا بنحاول نقفل الدوائر القانونيه عشان نقدر نسترد حق الدوله بجد من غير ما يرجعوا على الدوله بالتعويض. طيب. وانت عارفه الالاعيب اللي بتحصل بالشكل ده. طب استاذ احمد، سؤالي الاخير، هل عندنا تصور بحجم التعديات على اراضي الدوله قد ايه؟ لو انا خدتها، عندي 3 انواع. رقم واحد الاراضي الزراعيه، لو انا خدتها بحسبه الطلبات اللي قدمت فانا بتكلم على الاقل في 2 مليون فدان بحسبه الطلبات اللي قدمت، وقد تزيد لان في طلبات ثانيه قدمت او بيحاولوا يقدموها بعد غلق باب التقدير. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا عندي ثروتين ما حدش كان واخد باله منهم اللجنه فتحته واشتغلت عليهم يا استاذ هاني. واحد، ثروه اسمها اراضي طرح النهر على مستوى الجمهوريه،
ولما فتحناها اكتشفنا ان هذه الثروه فتحتها اللجنه، اكتشفت ان هذه الثروه اولا نصها مش محصور، يعني مش موجود في الارصاد في الدفاتر الرسميه. رقم اثنين ان حصيلتها ممكن تصل الى 3 و4 و5 و6 مليار جنيه في السنه، بينما الحصيله الفعليه اللي كانت بتدخل خزانه الدوله في سنه واحده 170 مليون جنيه. تخيلي ارض ممكن تجيب مليارات. الطرح النهر دي اللي هي اللي هي الاراضي اللي على جانبي نهر النيل اللي هي ما بين انديه وكازينوهات وفيلات وحاجات زي كده، او الجزر اللي فيها بيتعمل لها حق انتفاع. فتخيلي كان المفترض تجيب مليارات، كان اللي بتدخله كلها 170 مليون جنيه في سنه، يعني انت مهدر عليك قد ايه. اللجنه فتحت هذا الملف وبيتم حصرها على مستوى الجمهوريه، والحمد لله انتهينا من حصر ست محافظات، هم 16 محافظه فيهم طرح النهر، انتهينا من حصر ست محافظات واربع محافظات ثانيين هينتهي الحصر منهم الاسبوع القادم، ثم الست محافظات الاخرين قبل 30/6 هيكون تم الحصر. دي الثروه الاولى. الثروه الثانيه الجزر النيليه. انت عندك 32 ألف فدان جزر نيليه متعدى عليهم وكان تحصيلهم يكاد يكون صفر. النهارده اللجنه فتحت هذا الملف وبدات نجري احصاء حصر ليهم دقيق، وازاي نرفع حق الانتفاع عشان ندخل اعلى عائد للدوله، لان عندي اوضاع قائمه موجوده ما ينفعش ازيلها، انما ينفع ارفع حق الانتفاع وادخل للدوله مليارات جديده او مئات الملايين جديده لخزينه الدوله. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي احمد ايوب متحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله. تعليقك ايه على الكلام اللي هو احنا بنتكلم على 2 مليون فدان؟ ده مبدئيا اللي هم اقروا بيه، في حين ان هيئه الاصلاح الزراعي بتتحدث عن منذ ان عام 52 حتى يومنا هذا 3 مليون و2 من 10 فدان اللي تم استصلاحهم. على يعني احنا بنتكلم على، واحنا عايشين في كام فدان يعني؟ بنتكلم على اراضي زراعيه موازيه، فبالتالي يعني قضيه كبيره جدا، فبالتالي كان يعني من الضروره ان يتم التصدي لها. بعتقد طبعا انها موضوع تراكمي يعني منذ، وهيحتاج وقت جدا، وقت كبير، لان فكره الاستشكال في وقف تنفيذ الاحكام كل هذه الامور، حتى ما تم الاجراءات التي تمت بالامس والامس الاول في معظم المحافظات بتتعامل مع الحالات التي صدر لها قرار ازاله بشكل نهائي، فبالتالي نحن نتحدث عن، هي المشكله ان الاوقات عماله تطول، ان هو حد بيستشكل وحد بيروح داخل في والقضاء بيطول بالسنين، فتفضل الارض، وده اللي بيدفع البعض بيتحدث عن قانون الطوارئ، تطبيق قانون الطوارئ على حالات. هل يمكن تطبيق قانون الطوارئ على في نص في قانون الطوارئ بيجيز نزع الملكيه، نزع الملكيه والاستيلاء على العقارات والمنقولات في حتى وان كان يملكها الشخص ملكية خاصة للمنفعة العامة، فبالتالي أنا أعتقد أن في بعض الحالات قد يتم التعامل مع مثل هذه الحالات، لكن لن يتم التوسع. حتى الآن نحن أمام إجراءات قانونية بيتم اتخاذها وبتعامل وفقا للقانون، فبالتالي يعني القضية هي قضية ثروة مهدرة ويعني. طبعا. طب احنا خلينا نذهب للمحافظات. مين معانا يا جماعة؟ سيادة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني بداتم الحملات بالفعل؟ فعلا يا فندم بدانا فعلا، وكان والنهارده تم استرداد 1071 فدان في منطقه جنوب شرق القنطره شرق في شرق المحافظه. ايه الصعوبات بصراحه سياده المحافظ اللي انتم بتواجهوها في هذه في 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 مثل هذه الامور؟ هو الصعوبات ان كان في يعني حالة الصعوبة في الوصول إلى بيانات واضحة مع جهات الولاية. أنت تعلم يا فندم أن المحافظات على أرضها العديد من جهات الولاية. أنتوا عندكم سيرك بصراحة، كل الناس موجودة. وكل واحد عنده معلوماته الخاصة بيه. عشان أطلع بقى المعلومة النهائية اللي احنا اشتغلنا عليها خدت مننا مجهود، لكن الحمد لله يمكن انا عملت اجراء والسيد رئيس الوزراء في الصوره منه، ان احنا عملنا لجنه دي من فتره، وكان رئاسه اللجنه للقوات المسلحه، وعملنا حاله تصفيه كامله لجهات الولايه اللي موجوده في المحافظه، وعملناها فيها ارض تم التصرف فيها بشكل نهائي، وده خلاص يبقى راجل موقفه شرعي ومعاه ما يثبت وجوده على الارض، ارض عليها جديه تعامل واستزراع فعلي ومغروسات قديمه، وده مقدم طلبات، وهتقوم الجهات الرسميه سواء لجنه استرداد الاراضي او جهات الولايه باخذ حق الارض بيها،
لكن الجزء الاخر بقى ان ارض عليها اغتصاب بين وناس موجوده لصالح تسييع الاراضي ديت والمتاجره فيها دون ان يكون عنده استعداد لاعطاء الدوله حقها. التمييز ده والتباقي والتمييز ده ساعدنا على ان احنا نعمل حظر سريع اول ما جت توجيهات سيادة الرئيس والمهمة اللي في الوقت الضيق ده، وبدأنا نشتغل فورا من خلال خطة زمنية. أنا بقول لسيادتي خلال الخطة الوقت المحدد هنسترد 10,000 فدان شرق القناة في منطقة الأنطرة شرق أو في حدودنا الإدارية على أرض سيناء في شرق القناة، و2800 فدان غرب القناة ولايات مختلفة لجهات ولاية مختلفة بقرارات إزالة بإجراءات قانونية. ويمكن أنا سمع الكلام مع ضيفك الكريم، إحنا كمان مش هنحتاج فعلا قانون الطوارئ لأن إحنا بنتعامل مع واحد مغتصب، القانون يجرمه، القانون العادي، القانون العادي يجرمه، القانون العادي يجرمه يا فندم، ده حرامي مؤاخذة في الكلمة، حرامي. وبالتالي انا النهارده عملت اجراء مع السيد مدير الامن والساده ممثلي القوات المسلحه ان احنا عملنا اجراء رسمي بضبط واحضار وتحرير محاضر لمن قام بالتعدي على الارض اللي احنا كنا فيها النهارده، وست المدير الامن ادى اوامر بضبط واحضار وادى الاوامر دي قدامك. خليني اسالك سؤال الناس يا سياده، يا سياده اللواء، طبعا انا سعيد انا بعرض الصور وحضرتك بتتكلم بنعرض صور الازالات اللي في الاسماعيليه، ناس بتسال طب يا جماعه ليه يا سيادة المحافظين ليه ما كنتوش بتقوموا بهذه الإزالات قبل ما كلام الرئيس؟ يعني احنا عارفين القانون وعارفين ان احنا عايزين نعمل إزالات وفي تعديات على الأراضي، ليه ما قمتوش بده قبل كلام الرئيس؟ لا يا فندم، احنا عايز اقول لسيادتك احنا على مدار الفترات اللي فاتت هناك حملات إزالة متتالية في أماكن واسترداد أراضي. يعني حضرتك أنت كنت معايا في الصورة لما كنا بنخلص موضوع قرية الأمل ومسلمة للمتابعين بتاعها، احنا عاملين إزالة على ما يقرب من 850 فدان وشلنا ناس برضو بنفس الحالة منها. بس اللي احنا بنستفيد بيه دلوقتي أن هناك حالة على مستوى الدولة، حالة وده بيسهل حالة وفي تعضيد من كل الجهات يا فندم، احنا بنتكلم على وده بيساعد جدا طبعا. دولة قررت تخش حرب جديدة، هي حرب استرداد حق الشعب. لما انا اخش اشتغل من خلال الحالة دي ده شيء بيسعدني انا كراجل مسؤول، وما بلاقي كل اجهزة الدولة واقفة جنبي بتؤيدني بتعضدني. انا نعت سيادتك ونعت الشعب المصري، خلي مهمتك اصلا، الكلام ده مش هيتاخد تاني، مش هيتاخد ولا حد هيخش ولا حد هيقرب منه تاني، لان احنا عرفنا السكة بقى وعرفنا ان كلنا هنعضد بعض في الاستمرار في الحفاظ على حق الناس. ده كلام مهم جدا، بشكرك جدا سيادة اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية، ومعايا ايضا مهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط. مساء الخير يا سيادة المحافظ، النهارده ايضا كان في ازاله تعديات في اسيوط. صحيح، النهارده كنا في مركز بيروت بدانا فعلا حمله الازاله من اليوم. احنا كنا عملنا حصر بالفعل في ال 48 ساعه السابقه، والحصر بالكامل متاح لدينا. كام تقريبا حجم التعديات في اسيوط كام يا سياده المحافظ؟ والله بالنسبه انا احنا مصنفينها جزء فيما يخص مباني وجزء ثاني فيما يخص الزراعات. احنا بنتكلم في اجمالي حوالي 52,000 فدان، بنتكلم على زراعه، بنتكلم على حوالي فوق 7 مليون متر مربع بالنسبه لتعديات مباني. والنهارده ايه بقى حجم الازالات اللي انتوا ابتديتوا؟ خليني اقول لك ان احنا بدانا يمكن زي ما بيقولوا كده، احنا بنحاول نوصل للكويك وين سريع، يبقى عندنا مكسب سريع في ان احنا نزلنا في يمكن اكبر منطقه فيها عندنا تعديات على اللي هي خارج الكردون اللي هي الزراعات، نزلنا على ديروت. احنا عندنا حوالي 16,500 فدان ما يقرب، يعني الارقام مش لازم مدققه تماما، بس تقريبا 16,500 فدان هو التعدي المحصول لدينا. النهارده تم بالفعل، انا مش عايز اقول ازاله، بس خلينا نقول ان هو تم التواصل في جميع يمكن 95% من هذه الاراضي في وجود الناس اللي موجوده. يمكن عندنا حاله واحده صارخه فيهم 11,000 فدان على بعض، بس انا اقدر اقول 11,000 فدان حقيقي يا فندم. دي شركه ولا عيله ولا فرد ولا ايه؟ لا خلينا نقول ان هم الناس دي الحقيقه كانوا مقدمين من فتره ان هم يقننوا وضعهم، والناس دي فعلا جادين، يعني فوق 90% من المساحه دي بالفعل مزروعه، في حوالي 52 او 53 بير مدقوقين في هذه الارض. دي ناس جاده جدا، انا تواصلت معاهم تليفونيا في اثناء حمله الازاله، وهم قالوا لي ان احنا مستعدين نيجي لحضرتك في اي لحظه بكره الصبح نقدم تعهد ان احنا هنشتري بالثمن اللي هيقدر من طرف اي لجنه مختصه بهذا الامر،
واحنا احنا مش ضد استثمار في هذا من هذا القبيل طبعا. الفكره بس انه سياده المحافظ ناس كتيره كانت بتبقى عايزه تقنن وما بتعرفش تقنن، وناس كتيره كانت بتبقى يعني مثلا الناس دي اللي هي عندها 11000 فدان اكيد يعني مش عايزه تخسر ارضها، فيعني مستعده انها تقنن. ليه الاجراءات بتبقى معقده فالناس ما بتعرفش تقنن اراضيها؟ طبعا حضرتك عارفه ان طبعا اللي هو في خارج الزمان ده كله بيبقى مع جهات ولايه اخرى تحديدا الاصلاح الزراعي. في الاخر هو طبعا كان متقدم لهم من فترات طويله هذا التقنين، يمكن ما تم الشيء في هذا الامر، بس خلينا نقول احنا النهارده على الاقل زي ما يمكن انا سمعت المداخله بتاعت زميلي محافظ اسماعيليه بالظبط، خلينا نقول احنا بنستفيد بحاله الزخم الموجوده حاليا دي. النهارده ما اعتقدش ان احنا هيكون في تعطيل لهذا الامر مثل ما سبق يعني، وخلينا نقول ان احنا النهارده هنستفيد بهذا الامر، الامور ان شاء الله تمشي. طيب تقديراتكم لو تم تقنين هذه الاراضي تجيب حجم دخل قد ايه؟ بصي انا مش عايز نتكلم في الامر ده، احنا خلينا نقول ان هيبقى في تقدير للثمن، انا افضل ان هو يكون طبعا على 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 مدار المحافظه بالكامل. بالنسبه لينا احنا ان احنا يكون في تقدير مثلا حد ادنى وحد اعلى للسعر، ويكون في تفاوض مع المتعدين على هذا. بشكرك مهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط، اللي النهارده برضو اسيوط النهارده كانت عامله حمله ازالات. نرجع تاني لفكره تقنين الارض. لا. بصراحه هل دي فكره ضد العداله؟ يعني يعني اللي حط ايده وممكن زرع او بنى او استثمر، حتى ما احنا عايزين نوازن ما بين الاستثمار وبين الاستيلاء لمجرد الاستيلاء، انك بتستولي على ارض دوله. فهل فكره التقنين دي هي فكره ان انت بتقنن اوضاع حرامي؟ بصراحه لا، هو في النهايه هي الضروره التي تحكم. هو في الاصل ان المال العام لا يجوز التصالح عليه ولا يجوز التساهل معه، لكن نحن بصدد بيتم التقنين بالنسبه للاراضي الزراعيه فقط. الاراضي الزراعيه بيبقى ليها سمه خاصه لانها في الاصل كانت اراضي صحراويه اللي بيتم الاستيلاء عليها او التعدي عليها، وبيجرى عليها بعض حالات الاستصلاح، فالدولة او المشرع بيرى ان قد يمكن التصالح او تقنين الاوضاع. مين بقى اللي يتقنن وضعه؟ مين اللي هو استصلح هذه الاراضي وزرع وزي، وبالتالي واللي بنى؟ لا، بالنسبه للمباني عارف كتير، احنا عندنا حالات تانية للاستيلاء او التعدي على اراضي الدوله، هي فكره تغيير الصفه او تغيير حاله الارض. خدها ارض زراعيه بجنيهات، ثم بعد ذلك عملها منتجعات او كومباوند، او في بعض الاحيان احنا بنتكلم برضك عن تعديات في مناطق ساحليه او مناطق بتصلح للسياحه. كل هذه الامور يعني الدوله يجب انها تتعامل بحسم، لكن بالنسبه للزراعه الاراضي الزراعيه هي بتعتبر حالات خاصه ان الدوله بترى ان هذه الاراضي تم تغيير حالتها للافضل، فبالتالي من باب اولى ان احنا يعني لا نهدر. يعني احنا بنتكلم على ازاله التعديات، ما مش متصور ان ازاله التعديات ان واحد زرع 11000 واجي انا ازل زراعات. انا ممكن ازل حاجه رمزيه، مبنى او شيء كذا، لكن هسيب له الزراعات الى ان يتم تقنين الوضع بتاعه. وهو الكلام في الـ كمان في الاجتماع، نتائج الاجتماع، استثناء الاراضي المزروعه والمنتجه ومزارع الدواجن المخالفه بعد تقنين اوضاعها. نعم. يبقى هنا الدوله بتدي اشارات مهمه جدا بالنسبه للزراعه. هي انا ضد حد يستولي على الارض، انا هقنن اوضاع الناس اللي زرعوا الارض او اللي عندهم مزارع دواجن بعد ما يعني هو دول اللي هقنن اوضاعهم، لان انا مع الاستثمار. لا. انا مش ضد لا الناس اللي عندها مزارع، لا صغار المزارعين ولا صغار منتجي الدواجن، ولا ضد الاستثمار، لكن انا ضد ان حد يحط ايده على ارض ويقول والله ده ارضي وبعد فتره خلاص يعني. لا، هو بالفعل الزراعه، حتى الزراعه هو نشاط يعني محدود العائد، مش زي الانشطه السياحيه او انشطه المباني، فبالتالي اعتقد ان الدوله بتراعي هذه الجزئيه، حتى الاسعار اللي سيتم تحديدها بالنسبه لمن استصلح هذه الاراضي للزراعه، ده بيكون ليها بعد تاني. لكن قضيه التقنين، عمليه التقنين في حد ذاته، انا مع سياده المحافظ، كان محافظ اسيوط اعتقد كان بيتحدث على ان احنا نستغل هذا الزخم. هناك رغبة من البعض في تقنين أوضاع، وهناك موافقة مبدئية من الدولة على تقنين أوضاع، ولا سيما بالنسبة للأشخاص اللي هم قاموا بالزراعة، الأراضي الزراعية. فلماذا لا ينشأ مكتب أو هيئة مجمعة
تتجمع فيها كل هذه الايات اللي بتتكلم على تمن لجنه استرداد الاراضي هي هذا المكان. ما لجنه استرداد الاراضي بقى هتحيل للاوقاف وتحيل للسكة الحديد وتحيل، احنا عاوزين تكون عمليه مجمعه بحيث ان الاجراءات شباك واحد الاجراءات دي تنجز وبالتالي الدوله تحصل النتائج كمان اللي طلعت من الاجتماع، سرعه انهاء اجراءات التعاقد وسداد قيدتها من خلال لجان فرعيه على مستوى المحافظات. نعم، هو لازم يبقى فيه فعلا لجنه مركزيه ولجان فرعيه على مستوى المحافظات، واظن ده الحقيقه قرار مهم جدا، لانه فعلا احنا محتاجين ما هو اكيد ناس كتيره من دول عايزين يقننوا اوضاعهم، عايزين يبقى عنده عقد حتى، وقد يكون بعضهم لجأ بالفعل منذ سنوات محاول ولكنه فشل. في ناس دخلت السجن وهي مقدمه في قضايا، انا اعرف مستثمرين دخلوا السجن وهي مقدمين في قضايا وقعدوا بقالهم سنين رافعين قضايا عشان يقننوا الارض، والارض ما بتتقننش. وفي النهايه فساد بقى وناس بتدفع لرشاوى والكلام ده كله، فهو ده جزء من الفساد، عدم اللي هو وقف حال الناس ده فساد. نعم، التصارح في بعض القضايا حتى وان كانت قضايا مال عام، يعني قد الدوله بترى انها يعني قد يكون يعني جلب المنفعه اكثر من يعني درء المفسده اكبر من جلب المنفعه، فبالتالي يجوز التصالح ويجوز ايضا تقنين الاوضاع، ولا سيما بالنسبه للاراضي الزراعيه. اما بالنسبه للاراضي المباني دي ليها وضع تاني. طيب سياده اللواء احمد ضيف محافظ الغربيه، مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير يا فندم، اهلا حضرتك. اهلا سياده المحافظ، هل ابتديتوا في حصر الاراضي المتعدى عليها للبدء في استردادها؟ يا فندم تمام، احنا بدانا الحصر فعلا، عملنا الحصر فعلا وبدانا العمل من امبارح وشغالين وان شاء الله هننتهي. بس انا عايز اوضح هنا، اتفضل، احنا في محافظه الغربيه ما الناس ظهير صحراوي بالنسبه للاراضي الصحراويه الموجوده المتعدى عليها. اللي هو طبعا السبت الرئيس كان وجه ان احنا نحاول الاراضي اللي هو تم التعدى عليها يتم استردادها مره اخرى. طبعا القرار الصادر بالسيد رئيس الجمهوريه ليه طبعا شق ايجابي جدا، ان املاك الدوله ليست مباحه لاي حد. ده قرار المفروض يعني في محله صراحه، بحيث ان احنا بنقول للناس احنا مش ضد التنميه، مش ضد الاستثمار، مش ضد، لكن في نفس الوقت ان الدوله ليها مستحقات ماليه، ان احنا بنصرف بالمستحقات الماليه دي على المواطنين اللي هم محدودين الدخل، اللي المفروض الدوله كل يوم والتاني واقفه معاهم، سواء في العشوائيات، سواء في الاسكان الاجتماعي، سواء في الصرف الصحي، سواء في الميه، الاماكن دي كلها محتاجه بكره وبعده مننا مبالغ ماليه فاهظة عشان اقدر بقدر امكان ان انا اقدر اماشي هذا النهج. لكن احنا ان شاء الله الحملة مستمرة، وان شاء الله كل التعديات الموجودة عندنا على الاصلاح الزراعي او في املاك الدولة او مديرية الزراعة او هيئة الاوقاف او السكة الحديد او هيئة الاثار او الري او الطرق، كلها ان شاء الله هنتعامل تقريبا الحصر قد ايه؟ يعني ما عندكوش ظهير صحراوي، بس حضرتك بتقول اهو السكة الحديد الاراضي الزراعية، يعني في حدود كام يا فندم؟ كل يعني اكبر مساحه عندنا كانت خمس سجن وفدان، احنا طبعا النهارده استردناهم وجبناهم اللي هم دي اكبر مساحه، باقي المساحات تعدي سور مثلا مبني على 200 متر يعني تعديات بسيطه اللي عندكم. تعديات بسيطه بالنسبه للغربيه، لكن احنا عاملين حصر فيها دقيق، وان شاء الله هننفذ القانون وننفذ هنروح القانون، يعني مش هيبقى في تعدي، احنا مش هنزيل مبنى قائم ولا هنزيل ارض مزروعه، احنا هنطلب من الناس اللي هي عندها حاجه زي كده انها تقنن اوضاعها، وفي لجنه موجوده اللجنه بقى عشان تسهيل امور الناس يا سياده اللواء، لانه هي الناس بتشتكي انه ما بيعرفوش يقننوا اوضاعهم، لانه الدنيا معقده شويه، ما حضرتك عارف البيروقراطيه وكده. تمام، انا مع حضرتك في الراي اللي بتقولوه، لان المفروض دلوقتي بعد توجيه السيد رئيس الجمهوريه يبقى في خطى سريعه ان احنا نتعامل مع المواطنين بسرعه. انا وضع ايدي على ارض في المكان ده سواء اوقاف او اي كذا، وفي التصالح وفي تعامل عليه، ما تخلينيش انا كمواطن اروح ل 100 جهه عشان انا اقنن ابدا اتعامل. ده المفروض انت محدد السعر مسبقا، بتقول لي انا، هتقول لي انا عايز اشتري المكان ده، اقول لك والله ده السعر المعلن للمكان ده كذا وكذا وكذا، المفروض بتدفع كذا في الفدان او ويخلص بالظبط ويخلص وننتهي. بشكرك سياده اللواء احمد، ان انا بدخل موارد طبعا ابدا اتعامل في كل مشروع. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا مشروعات الصرف الصحي اللي اتعملت في 30 سنه فاتت
احنا عملنا قديها السنه دي 95 في 3 سنين نفس الـ الـ نفس الـ المشروعات اللي اتعملت. يعني بحجم المشروعات اللي اتعملت في 30 سنه عملته في 30 سنه احنا عملناها في 3 سنين. ده شيء عظيم الحقيقه، ويمكن ولازم الناس تعرف هذه المعلومات. بشكرك ست اللواء احمد ضيف محافظ الغربيه. يا ريت يا جماعه نحط اتصالات، نحط ارقام البرنامج عشان لو الناس عندها استفسارات. دكتور جمال، نرجع تاني لفكره الاراضي، التفرقه بقى، عشان حد هيقول لك انت بقى كده بتهد الاستثمارات، انت ضد الاستثمار، هنرد عليه نقول له ايه؟ لا، ما هو الاستثمار صح بالطبع. طبعا البعض هيستغل هذه الحملة أو هذه الخطة لاسترداد أراضي الدولة، بيقول إن ده بيخوف بعض المستثمرين، لكن ده مش مستثمر. أنت النهاردة مستولي على أراضي الدولة، أو غيرت نشاط، أنت واخد ترخيص معين على أساس إنها تستخدم الأراضي دي للزراعة، واخد وفي مقابل ذلك واخد الأراضي بثمن زهيد جدا، حولتها مباني دون موافقة الدولة. هناك أراضي بيتم تحويلها إلى مباني بتخش في كردون، ودي بموافقة الدولة، بخطة عامة من الدولة، فدي ما فيهاش مشكلة. الأراضي بقى اللي بيتم استردادها دي بقى تباع في مزادات، يعني مثلا في أراضي لجنة مهندس محلب في حاجات بتتباع بمزاد، بتتباع بمزاد، ولا بيتم في بعضها بيتباع في مزادات، وبعضها بيتم أصحابها نفسهم بيدون فرصة للتصالح عليها إذا كانت أراضي زراعية. إذا كانت أراضي زراعية بيتم، الأراضي الزراعية بيبقى ليها وضع خاص عن سائر الأراضي، حتى بعض الأراضي اللي هي مخصصة للمباني. فبالتالي هنا في بعضها بيتم، يعني احنا بنتكلم على أراضي خاصة بأراضي الأوقاف أو أراضي خاصة السكة الحديد. لا، السكة الحديد ما بتباعش، بتفضل حرم للسكة الحديد. السكة الحديد غير حرم السكة الحديد، في أراضي تابعة للسكة الحديد، دي لازم يتم استثمارها علشان يجيبوا فلوس. ده الناس هي بيتم إيجارها، لكن السكة الحديد بتعتبرها دي أراضي مرفق عام. في فرق كمان بين المال العام والمرفق العام. ليه ما يقدرش يبيعها؟ المرفق ما بتباعش، بتفضل مخصصة. يعني طب ما هو زي الأراضي الخاصة بهيئة قناة السويس. أيوه، ما ده أسد. يعني أنا عندي أصل وعندي، وأنا فقير، ازاي يبقى عندي، انا فقير وعندي ارض ومش عارفه ابيعها؟ يعني في الحكمه ان الاراضي اللي هي بتشترى للمرافق العامه زي السكه الحديد، زي اراضي الري ده برضه مصلحه الري، او النيل نفسه بيعتبر في حكم المرفق العام. جميع الاراضي الخاصه به يعني يمكن الاستفاده منها عن طريق الايجار، عن طريق حق الانتفاع، لكن لا تباع اراضي السكه الحديد. السكه الحديد ما بتبيعش اراضي، بتدي لبعض الاحيان حق الانتفاع او حق الايجار ل بعض الهيئات، نادرا اما بيكون الا اذا كنا بنتحدث عن اراضي نائيه عن الانتصار. هل التوسع في وضع اليد ده كان لضعف الدوله في اوقات كتيره يعني بصراحه، ولا كان لشبكات فساد كانت مستشريه؟ ما شبكات الفساد يعني بتعني ضعف اجهزه الدوله، ضعف اجهزه الرقابه في الدوله او الاجهزه التنفيذيه، فساد في الاجهزه التنفيذيه، لا ننكر هذا. ساعات احس انه بعض الحملات بيكون لها فورة كده، ويكون تكون بدايتها عظيمة ثم ترتطم بالواقع. نعم. والواقع عندنا أليم، شبكة من الفساد المستشري، شبكة من البيروقراطية. حضرتك تسمع المحافظين بيقول لك ايه؟ جهات الولاية، انا حاسة ان عندهم سيرك بجد. يعني انا بيصعبوا عليا المحافظين اللي عنده على هو محافظ المفروض يبقى رئيس جمهوريه هذا المكان، ولكن لديه مليون جهه ولايه بتتنازع المكان، وبالتالي ما عندوش هو قدره اتخاذ القرار. فهل عندك تخوف انه تكون البدايه ساخنه والبدايه قويه ثم تفتر نتيجه اصطدامها بالواقع؟ لا، انا اعتقد بالطبع. انا هقول لك، هفصل من حاجتين. احنا شعب، او يعني للاسف اقول كده، نفسنا قصير شويه. أيوة، ما بنحبش نكمل المشوار. لكن اعتقد مع الاداره الحاليه ومع يعني تبدي حجم المشكله وحجم الاموال التي يمكن ان على الاقل انها بتخفض العجز في الميزان. احنا مش هنتكلم على لا، هو على هيبه الدوله. هيبة انا الدولة. بالنسبه لي فكره هيبه الدوله والدوله القويه، وده اهم حاجه. تقديرات مبدئيه ب 2 مليون فدان، واحنا بنقول من 52 حتى يومنا هذا استصلحنا فقط 3 مليون فدان. فبالتالي احنا بنتكلم على 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 مصر زراعيه اخرى، مصر زراعيه طيب. اخرى. بالتالي نذهب الى الشمال والى مطروح. سياده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني هل لديكم حصر بالاراضي المتعدى عليها في محافظه مطروح؟
طبعا في حصر، طبعا الحصر ده موجود من زمان جدا، واحنا في اعمال احنا شايف حاجتين النهارده، اعمال يعني ذات التعديات شغالين بقى لنا عامين شغالين بالجيل طبعا بعد احداث الثوره واللي فات وكل ده. لا بعد احداث الثوره انتوا كان عندكم تعديات ايه كتير جدا. طبعا طبعا، ولكن برضه انا عايز اقول حاجه يعني حاجه مهمه جدا. انا سامع كنت بتكلم على موضوع تعدد الولايات. احنا ما عندناش مشكله في ده برضه، يعني انا كان في عندنا مشكله مثلا في منطقه راس الحكمه مؤخرا. طبعا ارض طلع لها قرار من سنه 2008 تقريبا لصالح هيئه التنميه السياحيه. وتركت الارض لصاحب ابتدائيه الولايه، وحصل تعديات طبعا عليها، تعديات لا طائل لها ولا حصر لها. ولكن لما طلبتها جهه الولايه احنا يعني استجبنا وخلصنا الموضوع في اريحيه عاليه جدا مع اهالي المنطقه الغربيه. اذا احنا ما عندناش اي مشكله في تنفيذ اي قرار لصالح الدوله. وتعليمات السيد رئيس الجمهوريه وجبت التنفيذ وبدون تفكير. طيب حجم التعديات قد ايه يا فندم عندكم في مطروح؟ في طبعا في حجم تعديات طبعا على مستوى المراكز بالكامل. احنا محافظه مطروح فيها 8 مراكز، كل مركز فيه طبعا حجم تعديات مع الداخليه ومع اخواتنا المسلحه. بنطلع حملات حملات تفيز الاجالات وبتتم بشكل هادي جدا. في بعض الاحداث احنا ما بنتدخلش خالص داخليه ولا خط مسلحه، وبنتعامل انا شخصيا مع ابناء مطروح وبنحل الموضوع بشكل ودي. يعني خليني برجع اسال تاني، حجمها قد ايه؟ يعني الحصر حضرتك بتقول ان في حصر، حجم التعديات في اكتر من 3500 تعدي في حصر. لا بالفدان يا فندم، بالفدادين كده. لا بالفدادين في طبعا مساحات كبيره. وبعدين بس انا عايز اوضح لك كام يعني يا فندم؟ كام سنه؟ هرد لحضرتك يا استاذ لسه ثانيه واحده. اتفضل. المحافظات الحدوديه لها طابع خاص. بمعنى ايه؟ ان القبائل لها وضع على الارض. الموضوع ليه مش موضوع ان انا باني او حاطط ايدي على اراضي وعامل مشروعات. لا، الوضع في الساحل الشمالي او في المنطقه الغربيه او في شمال سيناء او في جنوب سيناء وضع مختلف بخلاف محافظات عمق الدوله. لان القبائل العربيه هي مسيطره على الاراضي. وهي لها وضع عرض على يعني القبائل هي اللي حاطه دي على الارض. لكن لا يتعارض هذا اطلاقا مع مصالح الدوله. وعلى سبيل المثال مثلا ارض الطاقه النوويه بنتكلم في مساحه 17000 فدان. كل ده القبائل ثابته للقوات المسلحه والاداره المصريه لبناء مفاعل الطاقه النوويه وغيره. اذا الموضوع بالنسبه لمطروح ليه معامله خاصه، واحنا قادرين على حل اي مشكله وتنفيذ رئاسه الرئيس. يعني غير الطاقة النووية، يعني ما الطاقة النووية هذا مشروع قومي طبعا، فربما يعني أكيد كان في مجهود، ولكن دولة كلها فعلا كانت متضافرة. لكن هل في تعدي على أراضي تانية على البحر مثلا؟ هل في طبعا في مثلا لو جينا نتكلم في مساحة 13000 فدان لصالح هيئة التنمية الزراعية، في منهم حوالي 8000 منزرع، وده تم تجنيبهم لأنهم شجر مثمر. واتفقنا مع هيئه التنميه الزراعيه اما يتم تقنين اوضاع الناس اللي زرعوا على الارض بالفعل او تعويضهم عن الشجر المثمر. طبعا. بس ولكن بقيه الارض بالكامل تم ارجاعها الى هيئه التنميه الزراعيه. وفي 16000 فدان في منطقه الضبعه تم استقطاع ما يتعلق بكردونات المدن وزمام القرى. وبيت الارض بقت في حوزه هيئه التنميه الزراعيه. وهل في شركات تعدت على اراضي يا فندم على البحر مثلا او غيره؟ لا 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 لا, لا, لا ده هذا الكلام غير كلام الصحه. ولكن احنا كمان لو في مثلا بعض الشركات قدمت على مشروع استثمار سياحي وعقاري ولم تنفذه طبقا لقواعد العقد والتعاقد، يتم فحص التعاقد وسداد الارض الى الدوله. هذا الامر ده احنا عاملينه بالفعل. نعم، بشكرك سيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح. إذن كنا بنتكلم على فكرة القلق من أن احنا تكون هذه بداية قوية ثم ترتقي. ثم بعد ذلك يعني لكن أنا أعتقد يعني إن حينما الدولة بتدرك حجم المشكلة وبتخصص معظم هذه الأجهزة وبتدرك أيضا العائد اللي هيتحصل من الاستمرار في الزخم لاسترداد مثل هذه الأراضي، أنا أعتقد أن هذه قضية لن تموت أو قضية لن تكون قضية يعني تخبط بعد فترة معينة، لا سيما بعدما يتحقق عائد منها.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. إذا نتمنى بس، عايزين بس نفسنا يكون طويل، يعني صحيح الرئيس طلب تمام بنهاية هذا الشهر، لكن إحنا نفسنا يكون طويل في إيه؟ إنه واحد تقنين الأرض، يعني الحكاية ما تبقاش حالة وتنتهي بعد أسبوعين بعد ما الميعاد اللي قاله الرئيس، لا إحنا عايزين نكمل هذا الأمر لأن الموضوع طويل وكبير جدا. واحد، عايزين الأرض أولا من يتم تقنين أرضه يكون في إجراءات سريعة وميسرة، وبالفعل يكون هناك لجان في المحافظات، لجان كتيرة تكون في المحافظات عشان تسهل الأمور. إحنا مش ضد الاستثمار، الدولة مش ضد الاستثمار، لكن ضد التعدي على الأرض، ضد إنك أنت تحط إيدك على حاجة مش ملكك. تقنين الأرض هيكون للزراعة، للي عندهم مزارع دواجن فقط، وللي عنده مشروع مهم، لكن غير كده كله هيتم إزالته واسترداد أراضي الدولة. الفرصة للتقنين أظن فاضل أيام قليلة لتقدم طلبك عند لجنة المهندس إبراهيم محلب، لجنة استرداد الأراضي. نرجو أن احنا ننتهي من هذه القضية. لو بنتكلم على مبدئين كده، 2 مليون فدان ده رقم ضخم جدا في يعني حجم الأرض في مصر، وده معناه ان احنا بدأنا نشوف دولة قوية ذات هيبة، وده اللي يهمنا، دولة قوية تنفذ القانون، مش دولة مغتصبة، مش دولة بتنفذ القانون بقوة الاغتصاب، لا، دولة قوية ذات هيبة وذات سلطة ودولة قانون، هو ده اسم دولة القانون. نخرج فاصل، بشكرك يا فندم، نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنا الستات. في حلقاتنا في هنا الستات طول الأسابيع اللي فاتت سمعنا قصص وحكايات لبنات كتير، منهم اللي حلمت بالبيت والجواز والعيال، ومنهم اللي حلمت تكمل تعليمها بس الأهل والظروف حرموها من التعليم، ومنهم اللي حلمت إنها بالإنجاب لكن حرمت منه لأسباب مختلفة. النهاردة هنسمع حكايات، لكن مش حكايات من النوع ده، حكايات أحلام اكتملت وأفكار صغيرة لكن قدرت انها تشوف طريقها وتشق طريقها وما يكونش قدامها مستحيل. النهارده معانا بنات ويعني فتيات كانت لديهم القوه والاصرار على استكمال الطريق، وان هم يتحدوا اي فكره واي ظرف ممكن يمنعهم من تحقيق احلامهم. البنات دول اصروا ان افكارهم تخرج من صندوق الأحلام الصغير وصندوق الواقع الصغير، وبالعكس دي وصلت فوق جدا، فوق لحد بره مصر، مش بس جوه مصر، بره مصر. النهاردة هنسمع حكايات مش لازم تكون نفس قصتك أو نفس حلمك، لكن وممكن ما تبقاش عايشة نفس ظروفك، لكننا بنقدم لكم نماذج مختلفة من مجالات مختلفة بظروف مختلفة، كلهم اتفقوا على حاجة واحدة بس، انك تقدري تحققي حلمك، وان الاحلام مش صعبة، وانك ممكن تكوني حاجة وبالاصرار والصمود تقدري توجهي مجتمع بكل جرأة. مجتمع ساعات بيبص للبنت بشكل مختلف وتغيري له الصورة الذهنية وتقولي له انه لا، انا عندي حلم بس انا شاطره وهقدر احقق حلمي، وممكن اتجوز وكل حاجه، بس انا هكمل طريقي واوصل للي انا عايز اوصله. النهارده فقرات كتيره ونماذج كتيره من هؤلاء النساء اللي انا بفخر بيهم الحقيقه، لانهم بقوا اسماء مش بس موجوده في مصر، لا، اسماء بتكرم في العالم، صوتهم وصيتهم وصل للعالم كله. اسمحوا لي أن أرحب بضيفاتي الجميلات مناز عبد الرؤوف وآية عبد الرؤوف، ودول أختين، وطبعا كلنا عارفين وناس كتيرة ابتدت تسمع على براند
اسمه اختين. الفقره دي فقره عن المصممات الشابات اللي فعلا اخترقوا المجال وبقوا موجودين في مصر وموجودين بره كمان. اختين النهارده موجودين معانا، موجوده معانا كمان ريم جانو مصممه الجولري او المجوهرات، وفريده نجيب مصممه الازياء. اهلا بيكم. اهلا بيكم. واسمحوا لي بس في بدايه الحلقه دي ان انا اعيد واقول كل سنه وانت طيب للزعيم عادل امام، النهارده عيد ميلاده وده برج الثور زيي، فانا بعيد عليه وهو كلمني في عيد ميلادي وقال لي كل سنه طيبه لميس، وانا بكلمه على قدام كل الناس وقدام كل الجمهور وبقول له كل سنه وانت طيب يا زعيم، وكل سنه وانت بتضحكنا وبتحسسنا بالسعاده وتملا حياتنا سعاده، وبنستنى كل رمضان علشان نشوفك، وانت اللي علمتنا ازاي نضحك في اوقات حزن كتيره جدا. كل سنه وانت طيب يا زعيم. خلونا نبدا بالشابات الجميلات الموجودين عندنا. اختين، انتوا ايه حكايتكم؟ ازاي عملتوا القصه وازاي عملتوا الشنط الجميله دي؟ احنا ابتدينا من 3 سنين، انا واختي كنا عارفين ان احنا عايزين نبتدي حاجه مع بعض، وخاصه ليها ده. دارسين ايه او كده؟ احنا مش دارسين فاشن موضة عامة، عشان ما كانش في وقتنا في كورسات موضة او فاشن ديزاين في مصر قوي، فانا درست ماركتينج وادفرتايزنج، واختي نفس الحكاية. بس طبعا احنا الاثنين عندنا خلفية في الارت والديزاين، فوالدتي كانت دايما تقولي مش فارقة انت اتخرجتي من فين او اتعلمتي فين، الفارقة انت حابة ايه وعايزة تعمليها ولا لا، ولو حابة حاجة هتعلميها لنفسك. فانتوا ايه، اشمعنا الشنط؟ هو احنا عايزين نعمل يعني اختين مش شنط بس، احنا ابتدينا بالشنط بس، اختين عامة هي اكسسوار اكسسوار اكسسوري براند، شنط، احذية، بلت، حزمة. بس فاحنا ابتدينا بالشنط عشان احنا دي اكتر حاجه احنا بنحبها، وبالنسبه لنا الشنطه كل ست في العالم حتى لو في الارياف ماسكه شنطه. فقلنا نبتدي نجيب مصر خاصه شارع معز، وناخد الانسبريشن من هناك ونقلب شنطنا كانك ماشيه بحاجه ليها دعوه بمصر يعني. فنزلتوا شارع المعز؟ ده كانت اول سنه نزلنا شارع المعز عشان نحاول نعرف الورش عامله ازاي، عشان لو هنأسس الورشه بتاعتنا لازم نعرف الصناعيه بتشتغل ازاي، نجيب جلد من فين. فاخدتنا سنه تقريبا. سنه كنا بننزل سنه 2013 كلها. بعدين 2014 البراند طلع. كنا بنروح سور مجرى العيون نتعلم عن الجلد، نروح ورش صغيره نتعلم الصنعه من الصناعيه المصريه، عشان طبعا ما حدش اي جامعه اي تعليم هيعلمك صنعه زي استاذ بقاله 30 سنه. وانت بنت كده ويعني جايه من طبقه مختلفه، خلوني اكلمكم بصراحه عن اللي موجودين، الورش اللي موجوده والصناعيه الموجودين، وتخش كده تقول من فضلك انا عايزه، بتقولي له ايه؟ انا عايزه اتعلم ولا جايه اشوف ولا ايه؟ كانوا بيستقبلوكوا ازاي؟ احنا طبعا بنعرف نتكلم معاهم يعني، ما انا مش خلاص من فضلك لو سمحت انا عايزه يعني شنطه. لا في طريقه يعني مش اللي هو زي ما بتكلم مع صحابي اللي هو بطريقه يعني قريبه متدلعين، لا خالص يعني. كانوا لذاذ قوي في الاول معانا، كانوا بيجونا كوبايه شاي، كانوا يعني حابين نروح اللي احنا عايزين يعلمونا، فكانت لذيذه في الاول. كان في صناعي مره قال لنا ده انا ابني مش عايز يتعلم الصنعه وانتوا عايزين تتعلموا الصنعه. حسيت طبعا هو بيقول ان الولد مش عايز يتعلم صنعه بس البنات بيتعلموا، بس طبعا احنا انا حباهم، انا بالنسبه لي انا مصريه زي زيهم، فلو عرفت اتكلم معاهم واعرف ازاي اتكلم معاهم طبعا هم من اكرم ناس ومن اكتر ناس بتحب تتعلم في العالم يعني. وانتقلتوا بقى من فكره السكتشنج على الورق وانكم تنزلوا تتعلموا، عملتوا ايه؟ عملتوا ورشه؟ اسسنا ورشه عندنا. ابتدينا بصناعي واحد ومكانتين، وبعدين ابتدينا نجيب مكان اكتر وصناعي اكتر، وبعد كده اما الشنط ابتدت تتشهر بره مصر ابتدينا طبعا امكانيات الورشه كانت صغيره قوي على الكواليتي اللي كان المفروض نعمله عشان يتصدر، فنقلنا المصنع، دلوقتي بنشتغل مع مصنعين. اهم حاجه بالنسبه لنا برضو غير المصانع اللي بنشتغل معاها، بنشتغل مع ستات كتير قوي في الفيوم، بنشتغل مع ستات في اسطبل عنتر وفي مقطم، كلها مشاغل وكلها مؤسسات خيريه،
تبقى عباره عن مشغل فيه 40 ست، وال 40 ست دول هم المسؤولين عن دخل بيتهم، فبنشتغل معاهم. فاحنا بالنسبه لنا بنحاول نشغل اي حد، مش شرط يبقى مصنع او راجل، بس ممكن اي ست، اي راجل، اي حد عايز يشتغل. بس دي فكره عظيمه كمان ان انتوا بتنزلوا للاماكن دي وتشغلوا، لان احنا عندنا ايدي عامله عظيمه بس مش لاقيه مكان انها تشتغل. وفي فيوم مثلا لما روحت تلاقي الراجل هو اللي بيتكلم بناء على مراته، بس مراته هي اللي ماشيه الشغل كله فعلا. لا، ودي حاجه، انا اختي لما روحنا فيوم وقعدنا في بيتهم وكنا اتغدينا معاهم، الراجل يقول اساله سؤال مثلا ما يعرفش يرد، فمراته من ورا تروح غمزالي اللي هو هرد عليكي بعدين. أيوة. هي مش عايز تعلي صوتها او ترد علشان هو يتضايق. فبقينا نفهم اكتر مين نتعامل معاه ازاي، مين نحسسه ان هو اذكى من التاني كده. ايه اللي بيميز شنطكم؟ يعني خلونا كده نبص على الشنط بتاعتكم، يعني ايه اللي بيميز شنط اختين؟ هل الديزاين انه شكله يعني الديزاين يعني بصوا انا عايزاكم بس عايزه الناس تبص على شنطه بشكل، يعني دي مثلا على فكره هي مش تقيله، عشان بس لو الناس فاكره انها تقيله، نو هي مش تقيله، هي الحقيقه هي بتتفتح بطريقه انا شايفه الكواليتي من جوه ممتازه، يعني بما ان انا مهتمه بالشنط فالكواليتي من جوه جلد، مكتوب اختين هنا وجلد، ويعني الحقيقه ان الفينيشنج يا بنات حلو قوي. احنا خاصة اما ابتدت الموضوع ده قالت لي لو هنبتدي الموضوع ده هنعمله بضمير وهنعمله صح. فعندنا لو شنطة فيها غرزة غلط بتقف. دي حلوة قوي يعني فكرة يعني فكرة الشنطة الجلد حلو. يعني بصراحة المدابخ بتساعدنا جامد قوي. دايما بيشتغلوا معانا بقوة، يعني ان هم عايزين يطلعوا لنا احسن حاجة. خلي بالك مصر كمان بتصدر كتير قوي جلد لإيطاليا لبره. يعني انا بقى هلبسها زي ما بنلبسها كده زي ما بنلبسها كده اهو. لا هي فعلا، لا اعمل زوم اوت شويه لانك لازم تجيب يعني احنا بنلبسها كده بجد حلوه. يعني بصوا براند اختين بقى براند خلاص. هكلمكم دلوقتي ازاي بقيتوا بره، بس انا عايزه اتكلم على هنا الاكسسوارز، الفينيشنج بتاعها لا يقل عن يعني الناس اللي بتمسك شنط من بره، لا يقل خالص عن اي شنطه بتجيبيها من بره. بالعكس البرايس رينج بقى الاسعار اخبارها ايه؟ من الى بعد التعويم الدولار طبعا ده سبب لنا مشاكل. علشان انا متحكمه برضو بسعر بيع معين في مصر. انا هدفي ان انا ما اغليش، عشان هدفنا من الاول خالص انه نكسر عقدة الخواجة، وانه البنت لو معهاش تجيب لوي فيتون زي ما بقيت البنات، ان هي تقدر تجيب حاجة تصميم جديد مش موجود وسعر مناسب. يعني لما جينا نصدر الشغل بره ووريناهم الاسعار اللي احنا بنبيعها هنا، قالوا لي لا ده قليل قوي. طبعا عشان لما تيجي تحولي من مصري للدولار، فهم غلوا قوي بره. فعملنا حاجة اسمها فاشن توريزم، يعني مثلا زارا في اسبانيا ارخص زارا هي في اسبانيا، عشان هي ماركه اسبانيه. فاحنا بقينا نعمل كده، انه اي حد عايز يشتري اختين بسعر عليه ديسكاونت يشتريها من مصر. فبيبقى عندنا كلاينتس من السعوديه مثلا، الشنطه دي هناك في السعوديه والشنطه دي هنا، تبعت اختها تيجي تجيبها من هنا. فبس ده بالنسبه لي انا مش متضايقه خالص، عشان دي بتنشط سياحه، بتنشط اسم مصر طبعا. طيب خلينا نروح للاكسسوارز. وريم دي اكسسوارز فعلا شكلها حلو، احكي لي قصتك مع الاكسسوارز واللي انت لابسه ده جميل كمان بصراحه. ميرسي. قصتي مع الاكسسوار بدات ازاي؟ بدات 2013 لما قررت ان انا احول نفسي من انتيرير اركتكت لان انا ابقى بعمل حاجه بايدي. فانا اخدت سنه تقريبا بتعلم في مدرسه عزه فهمي. وبعد كده بدات اشتغل. ايه بقى وصلت ازاي دي حاجه؟ انت ام وعندك اربع اطفال ما شاء الله عليك، يعني وبدات دي ده تحدي رهيب. تحدي كل حاجه رهيب. ومش قادر اقول لك ان انا كمان بدات لما كانت بنتي الرابعة عندها سنة، لوقت ما بدأت أتعلم. يعني يمكن هي دي كمان اللي شجعتني قوي. حسيت إن أنا عايزة أعمل حاجة بتاعتي، عايزة أبقى أنا.
ليه هفضل طول عمري بتاعه حد، يعني بشتغل مع حد، بشتغل عند حد. حتى الانتيريور في مصر ليميتد قوي. أيوة. يعني انت لما تروحي عايزه تعملي ديزاين لحد يقول لك انا عايز الحيطه دي شكلها عامل كذا، اما بقى الكرسي هو ده الكرسي اللي عاجبني. أيوة. هي دي بقى الترابيزه اللي عاجباني، ومش مفيش نقاش از ان هو هيدفع فلوس، فما بتقدريش تطلعي اللي جواكي. فحسيت ان دي حاجه بقدر اطلع فيها كل اللي انا عاوزاه، وحاسه انه اي حاجه انا وصلت لها مش عشان انا بسعى لها. على فكره انا ما سعيتش لاي حاجه، كل حاجه هي اللي بتجيلي لحد عندي، لانه انا بشتغل يعني from day one. انا مش عارفه انا بعمل كده ليه، بس انا حابه اللي انا بعمله وبعمله باخلاص وبعمله وانا بحبه. طول ما انت بتعملي حاجه انت بتحبيها وبتقولي يعني نوع من انه هو ربنا قال لي اعمل الحاجه اللي انا بحبها، فانا بعمل كده مش عشان حاجه، عشان خاطر انا عايزه ابقى مع ربنا. فحسيت ان كل حاجه بتجيلي لوحدها يعني وانا قاعده كده. على فكره ودي رسالتنا لكل البنات، انه احنا بنقدم لكم نماذج، مش بس عشان نماذج بقت معروفه، ولكن عشان هم دول امنوا بقدراتهم فالعالم امن بها. يعني امني بنفسك، خلي عندك ايمان وثقه ان انت كويسه، وان انت عندك لو بتعرفي ترسمي، لو بتعرفي تخيطي، لو بتعرفي تعملي اي حاجه انت شاطره، فانت ممكن تكوني حاجه زي الفنانات الموجودين معانا اللي رافعين راسنا الحقيقه، وزي ناس تانيين كتير جدا. طب ريم بقى قولي لي، يعني برضو ده فيلد صعب، يعني هو بتاع رجاله؟ لا، هو اول حاجه انا بعمل كل حاجه انا اللي بعملها، والكواليتي بتاعتي انا كست احسن من اي كواليتي بتاعت اي حد في الدنيا. راجل يعني. اي حد راجل. ايوه شفت الكواليتي كده احسن من كواليتي اي راجل فعلا، لانه احب انا الناس اللي هي ايه، الناس اللي هي استنوا يا جماعه، استنوا اما نشوف ده عامل ازاي. حلوه سهنا، رقبتي قصيره بس يعني ماشي الوضع اوكي، يعني اوكي يعني فرعوني كده بس حلو. لا بس حلو، هو محتاج واحده رقبتها طويله يعني ماشي يعني لا استنى انا البسه بقى. ايوه كده هي مثلا كده. انت رقبتك احلى، انا رقبتي مدكوكه كده مش نافع. فيري نايس، فيري نايس، فيري نايس. بصي حلو قوي، لو الكاميرا جابتها لنا. فيري نايس، حلو جدا والله العظيم، حلو ده زي كول كده والله، حلو قوي. شكرا. ما هو كان لابسه حلقها كمان. البيس دي كانت في لندن في انترناشونال فاشن شو كيس، كنا بنمثل مصر وكان معانا اختين كمان. فكان الكونسبت بتاعنا القطن المصري، واحنا اخذنا العكس ووسعيها وانت بتدخليها يعني عمليها مقاسك. هشوف جمالها ضيقه انا. اوكي لا نجحتي في الاختبار. فكره حلوه جدا تحفه بجد حلوه. دي الكولكشن بتاعت ارابيسك. انا معظم الحاجات يعني بتعمل لي كلها يعني كلها حاجات مصري، كلها حاجات ليها علاقه بمصر بشكل او باخر. دي بيانو واللي هي دي كذبه برضو فرعوني جدا. هي لما عملتها ما كنتش قصدي انها تبقى فرعوني، بس واضح ان الكالتشر جوانا. بالظبط، هي دي انا حلمت بيها. دي يعني البيس دي بالذات كان عندي يعني اكتئاب، اوكي. فسمعت ميوزك بيانو كده ونمت. صحيت من النوم انا عارفه النكلس دي هعملها ازاي، متخيلاها بالسكيل اللي رسمتها وحطيتها على المعدن على طول، طلعتها وسميتها بيانو بيانو. يعني لا هي مش باينه خالص من التصوير ده، بس بتعملي كل ده ومعاكي اربع عيال ازاي؟ اشرحي لي القصه بس عشان دي موضوع والله العظيم مهم جدا. اهو استنوا يا جماعه، هو طبعا ده صعب جدا ان انا البسه. لا ده سهل خالص والله. جدا، انا ممكن اساعدك لو عايزه. لك البتاع. ايوه هو تي هفوته. ايوه مفيش انا قرده. حلو يعني هو ده زي يعني هو حلو جدا، وعلى فكره في رمضان يبقى حلو طبعا. هو لو اتلبس على دريس ابيض او على اسود بيبقى فظيع. حلو جدا. لا وانا لابسه جود بقى وديما وكده، يعني جايبه لكم كل طقم من الناس يعني.
لا بس فعلا فعلا حلو يعني، والكواليتي كمان الكواليتي هايله. عندك ايه ورش ولا عندك ايه؟ يعني مين اللي بيشتغل؟ انت بتشتغلي؟ انا اللي بشتغل هو بس البليتنج اللي بطلعه في ورشه، في ورشه بره. وازاي فكرتي تطلعي بره بقى؟ ازاي فكرت؟ هما اللي بيكلموني يعني، يعني في ميلان فاشن ويك اللي هو ارتي ستار كونتست، هما اللي كلموني وقالوا لي احنا عايزينك تشتركي معانا. فانا قلت خلاص يعني انا هشترك وخلاص، يعني عارفه ان انا مش هكسب. فانا فوجئت ان انا كسبت كولابوريشن مع حد اسمه ديليجورو، ان انا اعمل له ديزاينز لكولكشن واحنا شغالين عليها دلوقتي. وديليجارو هو اصلا اللي عامل الارتي ستار، يعني هو اللي عامل الاكزيبيشن ده، هو اللي مؤسسه. بتبيعي بقى في مصر وكده يعني؟ عندك في مصر طبعا، اه الحمد لله ببيع قوي قوي بقى. عندي في منايا عندي ديسبلاي هناك طول الوقت. وطبعا لا عندي، عندي ماي كلاينتس خلاص اللي انا كونتهم من سنتين ثلاثه، وهم بيكلموا بعض. فلا انا عندي الحمد لله ناس كويسين، والكلاينتس كمان بتوعي مش اي حد. ودي حاجه بسطاني قوي، انه لازم حد يبقى فاهم هو لابس ايه. ودي فكره هايله، ان هم انت بتحسي ان هم براود ان هم لابسين بالظبط، او عندهم فخر ان هم لابسين ده. فريده انت بقى قصتك مختلفه، لانك يعني احكي لنا قصتك وازاي ان انت ما بين مصر وبين انجلترا والديزاينز والكلام ده كله. انت فريده عندها بترمل بقى ملابس. انا البراند اسمه ذا كينجز ماذر، وهو ذا كينجز ماذر، ذا كينجز ماذر، وهو فوكست على. انا كنت دايما يعني لما فكرت ان انا عاوزه اعمل براند، كنت عاوزه اعمل حاجه تبقى مختلفه. فانا كنت عاوزه اعمله يبقى فوكست على وان برودكت، اوكي، عشان عاوزه يبقى والبرودكت دي. قعدت افكر ايه البرودكت اللي يعني ممكن ابقى فوكسنج عليها، وركزت ان انا اعمله على البليزرز عشان الجاكيتات، اللي هي الجاكيتات للستات، عشان البليزر دي حاجه موجوده في اساسيه، موجوده في دولاب كل ست يعني. ولا هي بتشتغل ما بتشتغلش، صغيره كبيره. بس اللي كنت عاوزه يعني اعمله كمان اطور في الكلاسيك بليزر. يعني لما الواحد بيسمع بليزر دايما بيفكر ان انا رايحه الشغل ولابسه حاجه دمها تقيل. انا مش عاوزه اعمل كده خالص. انا عاوزه اعمل، عايزه الجاكيت تبقى بالزبط. جاكيت حلوه بالظبط. هي مثلا لابسه الجاكيت ويبقى هي كده بدانيه انت يعني كده بتاعتنا النهارده. يعني هي جاكيت وكلاسيك وكل حاجه. ناخد الصوره يا جماعه. يعني هي جاكيت حلوه، ايوه. لفي بقى يا ايه لو سمحتي، لفي، ايوه، لانه في نجوم. لا ناخد الكادر واسع يا جماعه عشان، ايوه بالظبط كده. وهي طبعا جسمها يعني ممتاز، ما فيهوش ديفوهات. فيعني ادي الجاكيت حلوه، وفي نفس الوقت لابسه على جينز بالظبط، وفي نفس الوقت وخفيف كمان، وخفيف وماتيريال حلوه، ماتيريال حلوه قوي. فاللي انا بقى كنت عاوز اعمله، غير ان هو ان انا يعني بنطلع من الفكره بتاعت كلاسيك بليزر زي ان احنا بنديفلوب او بنخلي حاجه مودرن، هو كونتمبري بليزر براند، ان احنا بناخد الباترون الكلاسيكي وبنعمل فيه قصات مختلفه، الحاجات اللي ما حدش هيشوفها، يعني مثلا قصات في الظهر، وفي نفس الوقت بنعمل ميكس مع الاقمشه ومع التطريز ومع حاجات. فيبقى بيديكي حاجه مش هتشوفيها في حته ثانيه، حاجه مميزه. انا كنت دايما عاوز، عشان انا كنت دايما وانا صغيره بحب قوي ارسم، وكنت عاوز اعمل يعني ادرس بقى الرسم وكده. وبعد كده لما كبرت ميلت اكتر للفاشن ديزاين، فكنت بس في نفس الوقت مش عاوزه دي يعني الارت يمشي من الفاشن ديزاين، مش عاوزه اعملها تبقى حاجه كوميرشال. انا عاوزاها تبقى لا اتس يعني بتجمع الارت والفاشن مع بعض. طب يعني ايه قصه انجلترا؟ ايه علاقه انجلترا بكل القصه دي؟ اوكي، انا درست في انجلترا. فانا يعني درست هناك 4 سنين فاشن بزنس وفاشن ديزاين. وبعد كده لما رجعت، انا لما قررت ان انا عاوز اعمل براند، قلت عاوز اعملها مظبوط، عشان انا كان هدفي دايما ان انا عاوز اعمل براند يبقى موجود يعني ريكوجنايز انترناشونالي، يبقى يبقى براند معروف دوليا مش في مصر بس. بالظبط. فالاول قلت لازم اشتغل، عشان لازم يعني غير الدراسه لازم كل حاجه زي ما منازه قالت لازم بتبقى بالخبره، يعني لازم الاكسبيرينس ده اهم حاجه. يعني وانا في الجامعه كان دايما انترنشيبس في اي حته عشان يعني اتعلم كل حاجه في البيزنس، في الاندستري يعني. فرجعت واشتغلت، وبعد كده قررت هعمل البراند بتاعي. انا في الاول كنت عاوزه اصنع هنا، عشان طبعا يعني احب ان انا اصنع هنا وان ابروموت، يعني ان انا ابروموت بالظبط، وان انا ايجيبشن ديزاينر وبعمل الحاجات دي، وكمان اسهل لوجيستكس وكل حاجه.
بس في الاول لما حاولت اعمل كده المشكله ان انا عشان بعمل ريدي تو وير هو مختلف عن الاوت كوتور. الريدي تو وير اللي هو بيتعمل يعني محل اي محل عادي في اللبس اللي هو بتلاقي منه مقاس 38 و36 و40 وكده. الاوت كوتور بيبقى قطعه واحده فقط وبتاخديها من الديزاينر وغالبا ما بيبقاش فيه قطعه ثانيه يعني. بالظبط وبتتظبط يعني على بتتظبط على الشخص. ففي الريدي تو وير لازم يعني كل مقاس وكل قطعه لازم تبقى بالظبط زي بعض. ماس برودكشن تعملي يعني. بالظبط. فانا حاولت اعمل كده اولا عشان انا لسه براند صغير فالكميات بتاعتي لازم قليله، فالمصانع اللي هنا اللي مثلا جودتها كويسه ما بتتعاملش مع براند صغيره. والجوده عشان البوزيشننج اللي انا حاطه نفسي عشان فيه عشان تخش السوق العالمي الجوده بالزبط. مهمه جدا ده اهم حاجه. فما عرفتش فكان عندك مشكله في الجوده. عندي مشكله بالظبط. وبعد كده انا ما كنتش عاوزه اعمل موضوع ان انا افتح ورشه لوحدي واعملها بنفسي. انا ما كنت ده ما كانش الطريق اللي انا عاوزه اخده. بس حتى لما حاولت اعمله يعني بجد كنت يعني تعبت قوي وما عرفتش اعملها. فعملتي ايه بقى؟ فاللي حصل ان انا قلت خلاص انا هعمل زي ما كل حد تاني يعني كل حد تاني في العالم بيعمل. وكل البراندز اللي بتبقى مثلا طالعه من فرنسا او من انجلترا او ما بينتجوش في اوروبا نفسها، بينتجوا في كل حته حوالين العالم. فانا قلت ان انا هعمل ريسيرش وهشوف انا عاوزه انتج فين. وهي بجد يعني هي جات لي كده زي ما ريم بتقول ان هو ربنا سهل الامور. وان انا من بقى كونكشن عشان صاحبتي كانت بتشتغل مع حاجه اسمها برودكشن هاوس في انجلترا هي عرفتني بيهم. وانا اصلا رايحه اعمل ميتنج اللي هو مش على بالي خالص ان ده هينفع او يعني اكيد لا مش هينفع وكده. بس المهم رحت وان لقيت ان هم بيوصلوني بقى بمصانع في كل حته في العالم. يعني بيقولوا مثلا البليزر ده هيبقى كويس مثلا هنعمله عشان التطريز بتاعه هنعمله في الهند فهنوديه. بالظبط. فهم بقى بيبقوا المين ايجنت بتاعتي ان هم بيسهلوا لي ان انا يكنكني مع المصانع الثانيه عشان برضو الواحد يروح الهند لوحده او يروح الصين لوحده عشان يصنع. فانتي بتشتغلي في انجلترا وبتجيبي الهدوم لمصر؟ بالظبط بجيب هنا وببيع بره برضه في نفس الوقت. وبتبيعي بره؟ بالظبط. وحاسه ان بقى لك مكان دلوقتي في هناك في لندن في انجلترا؟ يعني ابتدى انا بقى لي اقل يعني خلاص قريب من سنه فابتدى يبقى في مع الماركتنج ومع البي ار اللي انا بحاول اعمله ان بقى ابتدى يبقى. انا هقوم برضو ابص على الهدوم لانه الفينشنج يا جماعه في الهدوم مهم جدا. ده اهم حاجه يعني بصراحه. يعني ساعات اهم من الديزاين يبقى الفينشنج. اولا الماتيريال هنا الماتيريال خفيفه يعني انا هو ده الشتوي اللي هو لسه اللي هينزل الجاي. ده الشتوي اللي انا لابساه اللي هو اللي فات وده اللي انا لسه اتس نكست سيزون وده الصيفي اللي هو دلوقتي السيزون. والماتيريال اهم حاجه الماتيريال فعلا خفيفه. زي ما هي بتقول الماتيريال خفيفه في الصيف. الجاكيت في الصيف دايما عندنا مشكله في الجاكيتات. انا عملت بقى دايما يبقوا خفاف انها بتبقى تقيله. اي براند بتجيبيه بيبقى تقيل بتبقي حاسه انك هتفتصي. بالظبط. فانا في الصيف بقى عملت ان هو يبقى خفيف بس نفس الوقت تايلرد لسه ويعني يبقى فيه الاورجانزا عشان يدينا اللي هو الشير وفي الامبرويدري والالوان تبقى فاتحه عشان الواحد يعرف يلبسها مع الاكسسوارات بتاعت ريما. احنا بندعم بعض بنلبس بعض وبنظبط بعض يعني. لا بس حلو فعلا يعني. وهنا بقى بتعملي ايه؟ يعني الناس تجيب اللبس ده منين او تجيب الجاكيتات دي منين؟ انا عندي كل حاجه اون ذا ويب سايت اونلاين وفي نفس الوقت في بوب اب شوب حطيت السيزون ده سيلكتد ايتم. فين؟ في بوب اب شوب. ده هنا ولا هناك؟ هنا هنا في مصر. وبعد كده بقى بعمل ترانك شوز كل شويه هنا وهناك عشان يعني. بس بره عرفتي تخترق الماركت الصعب ده؟ لا لسه طبعا في البدايه يعني. في حاجات يعني بقى انا موجوده في محل هناك وبعمل ترانك شوز وبوب ابس كل شهر عشان يبقى عندي بريزنس اكتر والناس تعرفني اكتر عشان بعد كده اعرف ادخل الماركت اكتر. اختين ازاي عرفتوا؟ استنوا بس نبص على البتاع ده كمان لانه من ورا. هل الكاميرا جابتنا من ورا هنا؟ من ورا ده دونتال معانا يا جماعه؟ اوكي. ده حلو قوي لانه من قدام شكله كلاسيك كده ما فيهوش حاجه لكن هو من ورا دونتال حلو قوي. ثانك يو. وطبعا الكمام ده فيري نايس بصراحه. ثانك يو. والماتيريال طبعا ماتيريال عظيمه يعني. الافلفت. ماتيريال عظيم. اختين عرفتوا يعني ازاي بقيتوا براند كده بره؟ يعني ازاي اخترقتوا الاسواق وبقيتوا حتى موجودين في دبي؟ انتوا بتكلموا في سوق صعب قوي. سوق مش سهل.
هي جت حظ شويه. يعني في 2015 اتكتب علينا ارتكل في انجلترا ان ازاي احنا بنساعد ستات في مصر وبنعمل شنط. وبعدين الارتكل دي وصلت لممثله كبيره قوي في هوليوود اسمها اما واتسون. تمام. فاما واتسون عملت حطت على تويتر الارتكل دي. فاللي بتلبس اما واتسون شافت ان احنا حطينا الصوره بتاعت اما واتسون, حطت ريتويت على الارتكل, فلقيناها بقى بتتكلم على انستغرام معانا حاجاتكم حلوه قوي وعجباني قوي الشنطه دي. إيه لما جالك مسج من اما واتسون اديني احساسك بقى من الستايلست بتاعت اما واتسون. الستايلست حتى الستايلست بتاعت اما واتسون كويسه برضه. كنا في باريس. لا المسج جت بعدها الارتكل اتكتب كتبت واحنا في باريس, المسج جات لنا بعدها بست شهور. اما واتسون لبست الشنطه بعدها بسنه. ياه. سهل على فكره خالص. فانا كنت انا فاكره انا كنت طلعت اجري من اول البيت لاخر وبصرخ واختي مش فاهمه ايه اللي بيحصل ومش عارفه اتكلم, بس برمي لها التليفون بقول لها بصي. بس من ساعتها يعني فعلا دي فتحت لنا ابواب كبيره قوي لهوليوود بالذات. بعدها بقى فجاه لقينا ناس ستايلست مختلفه بيبعتوا لنا مسجز, ف عندك شنطه دي عندك شنطه دي عندك شنطه دي, فابتدينا نبعت شنط هدايا كتير قوي. ايوه. عشان طبعا هم مش هيشتروا هم مش هيشتروا طبعا مش عايزينهم يشتروا انت بعد حاجه. فابتدينا بقى نبعت مش عارفه مين ومين ومين. وبعدين اخر حاجه حصلت كانت جيجي حديد وعيله الكارداشيانز وكمان كارداشيانز كمان كارداشيانز. فالحمد لله بصراحه يعني انا كل مره ما بلاقي صوره بالصدفه ساعات بشوفهم بالصدفه بتبقى هي اخر شنطه. بيجيبوا منين بيجيبوا منين الحاجه؟ احنا شنطنا ابتدت تتباع بره مصر في محلات كبيره في بلومينج ديلز وهارفي نيكلز. ده بسبب الجائزه اللي كسبناها في دبي. هي دي اللي فتحت لنا بقى الباب الكبير في دبي. فوج مجله فوج فتحت في ميدل ايست وعملوا عشان ينشروا الموضوع عملوا مسابقه للمصممين في الشرق الاوسط كله واحنا دخلنا وكسبنا من ست شهور. ودي فتحت لنا باب كبير قوي بصراحه في الميدل ايست وبره مصر يعني. فكانت ابتدى يبقى عندكم كمان مبيعات كتيره يعني جوه مصر. يعني ابتدينا نصدر اخيرا الحمد لله. هي يعني زي ما فريده قالت الماركت بره مش سهل خالص خالص, خاصه اللبس بيبقى دايما اسهل من الشنط عشان البنت ممكن يبقى عندها مثلا 15 جاكيت كل جاكيت احلى من الثاني. الشنطه انت عندك بتنافسي مع فندي مع اسامي اسامي كبيره. خلينا نخش كده ما بينهم التصميمات بتاعتنا اللي هي فعلا شكلها مختلف عن فندي وعن كده, عشان ايا دايما بتقول لي واحنا دايما بنقول لبعض احنا مش هنقلد احنا هنخترع. اللي هو اوعي تقعي في فخ التقليد. البراند التقليد لانه هو انت فاهمه بينزل البراند او بينزل الذوق مثلا بيقول لك الصيف ده فتلاقيهم كلهم عاملين نفس الحاجه فيهم شبه من بعض فانت ما تعرفيش الفرق بين الارماس وبين الكذا. معلش يعني ده حقيقي فعلا بيمشي ورا ترند بيمشوا ترند ورا بعض. ده بالستونز يبقى هنشتغل بالستونز, هنشتغل بالرسم على البتاع يبقى هنشتغل بالرسم. ودايما انا وايه عاملين العكس تماما يعني لو الموضه مثلا بامبا وبرتقاني رايحين عاملين اسود واحمر والناس كلها تيجي تقول لنا يا جماعه دي مش موضه, اقول لهم انا مش فاهمه يعني مش قصدي حاجه بس انا واختي عايزين نعمل حاجه مختلفه. لو عملنا حاجه زي كل حد تاني عمرنا ما هنزهق يعني. ماما بقى ما بتقولش بنات انتوا لازم تتجوزوا؟ يعني ما بتزنش عليكم الزن التقليدي بتاع ان انتوا يا يعني ماشي انا مبسوطه قوي ان انتوا عندكم برودكت وهايلين ويدوينج جريت. انت هتسببي لي مشكله كبيره قوي ما اروح دلوقتي. اصل انا عارفه ان اكيد يعني بيجي لها ايام بس مش كل يوم يعني. لا انا معايا كل يوم بصراحه. عشان انت كبيره. لا بس انا هقول لك حاجه, انا بابايا رباني انا واختي دايما اكني انا محمد وهي محمود بصراحه يعني اللي هو يعني من واحنا صغيرين دايما مخلينا نعتمد على نفسنا قوي. ودايما كان يقول لي انا هبقى اسعد اب في العالم لو انتوا اتنين اتجوزتوا بس ما تخلوش هدفكم زي 80% من البنات المصريه الفرح والفستان والخاتم. لا خلي هدفكم اكبر من كده بكتير, اعملوا حاجه لنفسكم تبقى ليكم ولعيالكم, حتى جوزك هيبقى فخور كده وهو ماشي جنبك. فده بصراحه اهتمامي حاليا يعني. وآية بتزن يوم يوم لا يعني يومين يوم او لسه مني بتخش عليا. انت عندها طريقه انا عندي طريقه. لكن انتوا الفكره دي مش في
مش بتشغلكم بشكل اساسي. انا بؤمن بالنصيب يعني نصيبي مكتوب لي فمش بدور، لو ربنا كاتب لي حاجه هتجيلي. اكيد في عرسان بقى بيتقدموا حاجات. كفايه كده يعني. كفايه الموضوع ده. بعد البريك بقى نشوف في البريك نلم النميمه دي. انتوا بقى متجوزين يعني اربع عيال ما شاء الله. ده ضد تنظيم الاسره، ده ضد المبدا بتاعي. لا ما هو ده من ضمن الحاجات اللي هو لما ربنا بيدي بيدي كتير. ايوه الحمد لله يا رب وكل حاجه، بس ما نقدرش يعني احنا نعتبر ده وننادي بيه. معلش يا ريم يعني ده مبدا ما ينفعش. احنا بنقول للناس ما تخلفوش، بس يعني عموما ربنا يخليهم لك يا رب. لا بس لو خلفنا ناس واطفال وعرفنا نربيهم كويس. صعب الشغل بالعيال بكل ده؟ ما فيش حاجه صعب طول ما احنا كلنا مع بعض. يعني لان انا مش لوحدي، انا معايا جوزي. جوزك بيساعدك بقى في القصه؟ فروم داي 1 يعني فعلا. يمكن لما بدات الموضوع من الاول وكنت عايزه اروح اتعلم، هو اللي قال لي لا روحي، وحتى كان وقتها كان غالي، فيعني قال لي لا مش مهم. مش انت حاسه ان انت عايزه تعملي كده، لا روحي جربي. جربت السمستر الاولاني والتاني واتعلمت وفضل معايا، يعني حتى لما كنت بحتاج حاجه اتعلمها علشان هو بيشتغل في المقاولات، هو انتيرير برضه وبيشتغل في المقاولات، فباحتكاكه بالصنايعيه والعمال والورش فيعرف ناس في مجالات كتير، فكان يبعتني لحد او يجي معايا. لا يعني لحد دلوقتي يمكن احنا بنأسس دلوقتي الشركة حقيقية يعني، وهو طبعا بارتنر اساسي معايا. ده الراجل اللي احنا بنقوله. بصراحة انا بحبه. مش كده بنات؟ بحبه قوي فعلا. فعلا تعرفوه؟ لا بجد بجد يعني مش عارفه اقول لك غير ما شاء الله يعني ربنا يخليه لك بجد. راجل يعني عارفه هو يعني. بالنسبة لي الجندي المجهول اللي هو ورا يعني وراء كل يعني دايما عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة. احنا بنقول كمان وراء كل ست بتنجح لازم في راجل داعمها، يعني صدقوني دايما في راجل داعمها، لان هو لو منكد عليها، لو مضايقها، لو بيسخف عليها حياتها، هي جزء كبير من الانرجي بتاعها هيروح في النكد. ده نموذج الراجل المصري، نتمنى ان كل الرجاله المصريين يكونوا هذا الرجل. فريده انا زي يعني ريم، نفس الاكسبيرينس بتاعت ريم بالظبط. انا اتجوزت يعني يعتبر صغير على الوقت بتاعنا ده، بس يعني هي عندك كام سنه؟ 28. ده صغير يعني. انا اتجوزت من 3 سنين. يعني داخلين في 4. بس عمر ما كان يعني عمر ما كان اهلي اللي هو لازم تتجوزي، عمر ما كان ده يعني. انا حتى لما سافرت عشان ادرس مامتي كانت اللي هو مش مبسوطه قوي، بس بابايا قال لي لا انت لو اشتغلتي واتقبلتي يبقى انت حقك ان انت تروحي وحقك ان انت تشتغلي ويعني تعملي اللي انت عايزه تعمليه. بس جوزك سبورتنج بيساندك 100%. فانا ابتديت البراند بتاعي يعني بعد سنة ونص من الجواز، وهو يعني 100% يعني دايما هو اللي بيزقني ان انا اعمل كل حاجة. وان هو يعني لما روحت نيويورك عشان التريت ما كانش انا يعني معيش حد، هو جه معايا عشان ووقف معايا في وان هو يبيع للناس ويعني يتكلم مع البايرز. وهو دايما لما انا بقى نموذج رجال محارب. لا فريدة تبقى قاعدة مستخبية كده وهو اللي بيعمل الدعاية. انا بتكسف قوي يعني. لا يعني ما احبش اصلا اتكلم واقول ان انا اصلا عندي اي حاجة. بقى هو بقى يفضل يبعت لكل حد ويقول لهم على كل حاجة. ليه بتقولي؟ لا لازم تقولي ولازم يعني هو بيبقى مبسوط قوي ان انا يعني اللي انا بعمله. ولما في ايام بقى ببقى اللي هو ستريسد بقى وعياط ويقولي لا هتكملي وهتعمليها وانت هتقدها يعني. لا يعني بجد من غيره ما افتكرش ان انا كنت هعرف اعمل كل ده. وده النموذج اللي احنا عايزينه الحقيقه وبنحييهم، لانه من غيرهم ما كنتوش هتقدروا تكونوا لا. موجودين موجودين يعني كده. انا بحييكم يا بنات وبجد فخوره بيكم جدا. وانا عايزه اقول ان احنا فكره ان احنا نرجع نشتري المنتج المصري ده مهم جدا. انا شخصيا ابتديت اشتريه في حاجات كتيره جدا يعني. اكيد زبونه عند اختين من زمان، بلبس اهو حاجات جود بن حليم، بلبس ديما، بلبس حاجات يعني خلاص هلبس. اوكي يعني انت ساكته. بس انا يعني فعلا كله كل حاجه بتجيلي على فكره من غير ما ادور عليها تيجي لوحدها.
لا حقيقي ان احنا يعني وبنشوف فنانات مصريات كتير جدا ابتدوا يلبسوا ملابس كتيره، ابتدوا يلبسوا فريده تمرازه اللي انا كمان بلبس منها وهي ممتازه وهنشوف لها كليب دلوقتي، وكمان فريده وفريده برضو واضح ان يعني حياه جاكيتات تجنن، فاظن ان انت هتلاقي لك برضو يعني lot of clients هنا. لا والناس مبسوطه بالكواليتي، اهم حاجه ان الكواليتي هايله يعني انا بمسك القماش لا كواليتي عظيمه، والفينشنج كمان والديزاين هايل جدا. اختين انا فخوره جدا بيهم لان هم شقوا طريقهم، احنا لما بنسافر دبي لما بنسافر اماكن كتيره جدا بنلاقي البراند، يعني ببقى كده فرحانه ان انا يعني مصريه وبشوف البراند ده موجود في اهم محلات. وعلى فكره دي بتنافس، دي مش بتنافس قليل، دي بتنافس شانيل وفندي وجوتشي، يعني بتنافس الكبار. فانك انت تقرري ان انت اللي قادر يعني النساء القادرات انك انت تسيبي الشنطه الغاليه وتمسكي شنطه اختين، ده قرار مهم جدا انك تتمسكي بالصناعه المصريه، وان انت لو برضو مستوى اقل شويه برضو هتقدري تجيبي نوع من انواع شنط اختين، وده برضو مهم جدا لانه رجعنا عندنا صناعه مصريه تقدري ان انت تمسكيها بفخر، ما تبقاش بقى الايد مش عارفه جرالها ايه وكذا. اكسسوارات عظيمه جدا يا ريم الحقيقه، يعني سو براود والحقيقه عظيم جدا وفريده. انا بشكركم وبحييكم. نفسكم في ايه كده بقى في الخلاصه يعني؟ عندك عريس؟ يعني بصوا بقى يعني اي يعني كل رجاله مصر بتتفرج. نفسي نفسي انه بصراحه البلد تركز اكتر في المشاريع اللي زي دي عشان فعلا 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 بجد مسمعه جامد قوي بره مصر، فلو حاولوا يساعدونا يفتحوا لنا ابواب معينه مقفوله علينا فعلا طريقنا هيبقى اسرع. انا ممكن اقول بوينت صغيره بس قوي، كان في معرض عاملاه وزاره الثقافه قبل ما اطلع ايطاليا بشهرين ثلاثه تقريبا، وكانوا عاملين زي ابلكيشنز وبيختاروا ناس وهيختاروا 60 جولري ديزاينرز من مصر بس. انا دخلت قدمت ببيسز نفس البيسز اللي طلعت بيها ميلان، رجعوا قالوا لي لا ان انت اللجنه ما اختارتكيش. انا جالي احباط فظيع، وبعديها على طول وديت الحاجات ايطالي عشان اروح اكسب 157 جولري ديزاينر من ايطالي ومن لندن ومن يو اس ومن فرانس ومن كل الدول اللي ليها في مصر الفن، واطلع انا اللي اكسب. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه قوي، بس زعلت زعلت ان انا بلدك بالظبط مش مكسبين. يعني احنا رايحين ان شاء الله فرنسا الاسبوع اللي جاي عشان كسبنا مسابقه، ومفيش المسابقه دي على الميديترينيان ايه كلها على كل منطقه البحر المتوسط كلها، فاحنا اول ناس من مصر تكسب دي المسابقه تبع البريزنت بتاع شانيل وديور. لقيت ايميل جالي النهارده من القنصل في مارسي في فرنسا عازمنا على الفطار هناك عشان هيبقى وقت رمضان. فبقول ايه طب يعني كنتم سامع علينا يعني هنا الحقوق يعني عايزين طب حد يشجع اكتر يعني. انا عايزاكم تبعتوا لنا كل ما يبقى عندكم حاجه، احنا مستعدين ان احنا يعني دايما نعرض حاجتكم ودايما نشجعكم ودايما لما تبقوا عندكم مسابقات. واتمنى بقى ان يعني انه فعلا الدوله تهتم تساعد الشباب دول بنات صغيرين. احنا بنعرف نطلع كواليتي على فكره عالميه بصراحه، كواليتي تنافس يعني. انا ست بشتري بشكل كتير بقول ان دي كواليتي تنافس فعلا واحسن كتير من حاجات كتيره بنجيبها وبندفع فيها فلوس بصراحه بتبقى اي كلام هلاهيل بقى وبجد والله. واكسسوارز بتبقى بتصدي وبتبوظ بعد شويه، الحاجات دي ما بتصديش. لا دي جولد بليتد عيار 21 ما تقلقيش خالص، ده انا راحوا بيها الساحل وبيرجعوا هي زي ما هي. ايوه يعني الملح بياكل فيها ما بتاكلش. والهدوم وكده بجد يعني لازم نكون فخورين بيهم ونساعدهم كمان. بشكركم شكرا جزيلا، ونشوف فريدة تمرازة ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم على أحلام بنات تانية. لموضة بيروت أنا شايفة النهاردة ده أول تجربة ليا معاهم الكات ووك، حاجة أنا مش شفتهاش قبل كده في مصر. النهاردة أنا هعرض كولكشن اسمها كوزموبوليتن، وهي مش كولكشن جديدة، هي كولكشن فكرها جديد مستوحية من الكولكشنز اللي أنا عرضتها في لندن وفي باريس
وفي لوس أنجلوس وفي نيويورك، مدية الروح بتاع العالمية والحاجة المودرن الجديدة في قلب مصر. مجموعة جميلة جدا وشابة جدا، ومجموعة فائرة في بعض الموديلات، ومجموعة كلاسيكية في خطوط أخرى، فأنا سعيدة بيها وفخورة إن عندنا شباب مصري جميل بيطلع الإنتاج الجميل ده. مجموعة مشرفة جدا لمصر كلها، يعني كلنا بنفتخر بفريدة، كلها حاجات حلوة وبعدين فيها التاتش المصري، حتى الألوان الموديلات حاجة عريقة. حاجات سامبل وفي نفس الوقت تحسي الحاجات ريش، القمشة حلوة قوي، الديزاينز كلها ديفرنت، مفيش حاجة زي التانية. أنا أكتر حاجة عجبتني، أنا I'm in love مع عمتاً بالألوان البيضة، فالكذا دريس اللي هما كانوا البيت سبيشالي التوال كان فيهم ديزاينز اللي هي الستايلز الجديدة. أنا مبسوطة جداً لأن هي صغننة وما شاء الله بتعمل مجهود جامد وبقت عالمية، يعني في نيويورك وفي لندن وكده. انا مبسوطة ان هي اساسا مصرية، يعني احنا دايما نسمع على ان كل الفاشنز لبنانيين مش عارف ايه كده، يعني فمصرية وصغننة وشابة تطلع كده، دي حاجة جميلة قوي. أحلام تانية ونماذج تانية قدرت إنها تحقق أحلامها، وإما تاخد جوائز عالمية أو إنها تثبت نفسها في مجالات مختلفة. مرة تانية الحلقة دي إحنا بنحاول نقول لكم فيها لو عندك حلم استمري فيه، اتعلمي، ذاكري، لو اتمرني، لو انت رياضيه، المهم ان انت تحققي حلمك. احنا شفنا مجموعه من المصممات، دلوقتي هنشوف ما بين الرياضه وبين الجرافيك ديزاين. اهلا بيكم يا بنات، واسمحوا لي انا ارحب بضيوفي غاده والي مصممه جرافيكس، وهنعرف غاده عملت ايه. لكن غاده اختاروها في مجله فوربس ضمن اهم 30 مصممه حول العالم أصغر من 30 سنة، يعني أصغر من 30 سنة اختاروا غادة واحدة من أهم 30 مصممة جرافيك ديزاينز حول العالم. ومعانا ضيفتين كانوا معانا قبل كده، استضفناهم كتير قبل كده، جيانا فاروق الحاصلة طبعا على المركز الأول على مستوى العالم في الكاراتيه، ورحاب رضوان حاصلة على فضية ريو رفع الأثقال، الميدالية الأولمبية في الباراليمبيكس. أهلا بيكم. غادة اشرح لنا بقى يعني ايه جرافيك ديزاين، عشان ناس كتير ما بتفهمش ايه هو الجرافيك ديزاين. يعني احنا من ساعه ما بنصحى لحد ما ننام واحنا محاطين بانفورميشن، الطريقه اللي المعلومات دي بتخش لنا بيها از ا فورم اوف جرافيك ديزاين. لو مثلا بوستر، لو ابلكيشن على الكمبيوتر على الموبايل بتاعنا، لو مجله، لو مطبوعه، يعني اي وسيله من بره هي وسيله تعامل. فجرافيك ديزاين has so many forms. وبس احنا يعني هو ممكن packaging يبقى graphic design، يعني ممكن يعني print على الفابريك على القماش يبقى graphic design. وهي very powerful tool، يعني it's a very strong tool. يعني لو فكرنا مثلا وقت الثورة البلد كانت متغرقة بوسترز وجرافيتي، فدي لغة بصرية كانت شكل، يعني صوت الصورة كان أقوى بكتير من صوت الكلام. فهي بتشتغلي ايه؟ يعني انت بتعملي ايه؟ انا كرييتيف، يعني انا كونسبتشوال ديزاينر وبشتغل. انت بتحطي الكونسبت، انت بتحطي الشكل، القصه، يعني لو براندنج، لو ادفرتايزنج كامبين، لو يعني في ديفرنت كرايتيريا اوف جرافيك ديزاين. يعني في مثلا فن الخط اللي هو تايبوجرافي، في بوك ديزاين اللي هو مطبوعات، في ابلكيشن ديزاين اللي هو تصميم الويب سايت او الابلكيشنز اللي على الموبايل. ففي سيكتورز كتيره قوي مختلفه، في الستريشن اللي هو الرسم. انت درستي فين بقى وازاي اختاروكي ضمن 30 في اصغر من 30؟ يعني انا درست في الجامعه الالمانيه جرافيك ديزاين، كنت اول دفعه من الديبارتمنت الجديده دي، وبعدين اشتغلت في مجال الاعلانات فتره، بعدين قدمت على منحه للسكولرشيب للماسترز يعني في ايطاليا وكسبتها، وسافرت عملت ماجستير ورجعت بقى لسه من قريب. كان ممكن تفضلي في مجال الاعلانات؟ يعني للاسف يعني يعني دايما الديزاينر بينساق لمجال الاعلانات، ومش هي دي بالظبط الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني
في لبس هنا في مصر. دايما لما اسمع جرافيك ديزاين ديزاينر اتخيل ان انت بتشتغلي في شركه اعلانات. ما دي الحقيقه ده اللي بيحصل فعلا، بيحصل صدمه بقى لان احنا مش لاقيين ماركت كافي في مصر ل عشان تشتغلوا بالظبط. يعني في ديزاين فور سوشيال كوز، في سيكتورز مختلفه يعني الديزاينر ممكن يشتغل فيها مش متوفره كفايه في مصر، او ما فيش لسه انفستمنت فيها كافيه يعني. واختارتك فوربس ازاي ضمن اصغر 30 يعني 30 اصغر من 30؟ في الجامعه اللي انا كنت بعمل فيها ماسترز في فلورنس قدموني، شافوني ان انا يعني مجتهده جدا فقدموني للريكومنديشن دي، فمن خلالها بقى قدمت على انترفيوز وبعت شغلي وعملوا زي ايفالويشن البروفايل بتاعي كامل، وبعدين بعد تصفيات كتيره يعني سيمي فاينلست وكده جالي الايميل بقى انه يعني اختاروني. ف كانت احساس احسن احلى احساس في العالم طبعا، بالذات ان انت يعني حول العالم اهم 30 ديزاينر جرافيك ديزاينر اقل من 30 سنه. يعني اتس فيري ريوردنج والحمد لله، يعني اتس فيري اونرنج. جيانا عندك امتحان بكره؟ عندك امتحان ايه بكره؟ عندي سيوتيكال. يعني ميرسي انك جيتي يعني في ظل هذه الامتحانات. واخبار التدريبات ايه؟ والله التدريبات زي ما هي، احنا مكملين زي ما احنا من بعد بتوع التعليم اللي فاتت، علشان عندنا في شهر 7 ان شاء الله حاجه اسمها بتوع التعليم الاساتذه، هي عباره عن احسن 8 على مستوى العالم في الميزان، هو بيبقى اول وثاني عالم واوائل القارات، بنلعب كلنا مع بعض، ويعني الثلاثه اللي بيكسبوا في الاول هم دول اللي بيقوموا مصنفين احسن 3 لعيبه في العالم. عايزاكي تحكي للبنات انه لو عندك رياضه، لو انت بتحبي رياضه زي الكاراتيه اللي انت بتحبيها، ودي مش رياضه بنات قوي يعني، لكن ازاي تحبي رياضه وازاي تكملي فيها وازاي تقدري ان انت تتحدي ظروف كتيره، عندك امتحانات، عندك مجتمع مش دايما عظيم، وان انت توصلي للمرحله اللي انت وصلتي لها بطله عالم يعني. هو انا بصراحه النهارده يعني ما كنتش كده عشان خاطر اتكلم عن نفسي او اقول ان انا عامله حاجه فظيعه وانا بطله. يعني انا جيت محايد كتير واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده كتير. انا عايزه استغل فكره حلقه النهارده ان احنا بنتكلم على ان في بنات كتير في مصر وفي ستات كتير نفسهم يعملوا حاجه، نفسهم يثبتوا نفسهم وعندهم طموح هايل. بس هي الفكره ان احنا للاسف عندنا عادات وتقاليد مجتمعيه انا بسميها عقيمه بتعيق البنات والستات بشكل مش طبيعي. حاجات مثلا زي يعني انا بسمع الكلام ده وسمعته اول لما بدات، قولي هولنا يا جيانا. البنت ملهاش الا بيتها، كده كده هتتجوزي وتقعدي، اللعبه اللي انت بتلعبيها دي لعبه ولاد، انت مسترجله، انت مش عارف هتخلي الولاد رجاله تطفش منك، كده كده الراجل ما بيحبش ان ياخد واحده ناجحه قوي تغطي عليه مش عارف ايه. فكل دي للاسف حاجات احنا بنتعرض لها وموجوده عندنا. المسج اللي انا جايه اقولها، ما تخليش اي حاجه من الكلام ده تاثر عليكي ولا تسمعي له خالص خالص. ربنا ما خلقش الست في الدنيا علشان تبقى هي دي حياتها، بيت وجوز واولاد، طبعا دي متطلبات ودي واجبات علينا، بس انت فين من كل ده؟ انت مش طول علشان تعملي الحاجه دي بس وتفضلي قاعده مركونه في البيت، لا. الحمد لله الفترة الأخيرة الستات المصريين ثابتين نفسهم على مستوى العالم في كل المجالات. صحيح. يعني أنا مش هتكلم على مجال الرياضة بس، أنا هتكلم على كل حاجة. إحنا أثبتنا نفسنا بقوة قوي وظهرنا الفترة اللي فاتت. لما بعد بتوع تعليم بتاعت 2014 بالأخص، كذا بلد تعمل أرتكلز وحاجات بتتكلم فيها على منتخب مصر سيدات في الكاراتيه والطفرة اللي حصلت وإزاي بقينا أول عالم وإزاي في السنة دي عملنا ميداليتين ذهب فردي وعملنا ذهب الجماعي وازاي مش عارف ايه. لا، الست المصريه عامه مكانها اكبر بكتير من ان هي تتحصر في حته معينه. فهي دي المسج بتاعتي، ما تخليش حاجه تعوقك. هتواجهي وهي دي رسالتنا الحقيقه. لكن جيانا مين ساعدك؟ ما هو انت كمان اكيد واجهتي وسمعتي الكلام ده، واكيد مليون حاجه كانت حاولت انها تحبطك، لكن مين ساعدك ان انت توصلي وتخترقي كل الافكار العقيمه دي؟ يمكن يكون اكتر حد ساعدني هي والدتي. ما عملتش معايا زي ما امهات كتير بتعمل مع بناتها، ودي رساله لكل ام على فكره. يعني احنا قدامنا بطله عالم، يعني مفيش اعظم من كده. في امهات كتير بتخاف من موضوع زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، الجواز والعرسان والناس هتطفش ومش عارف ايه.
او ممكن يكون عندها قلق من الحته دي طبعا. بس هي واثقه فيا وهي حابه نجاحي جدا جدا جدا. ممكن برضو نقول في ناس يعني بدات تظهر في حياتي في الفتره الاخيره بتساعدني كتير، يمكن منهم دكاترتي في الجامعه ودكاترتي في الكورسز، لان كمان الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا شويه نفسيا، و يعني كان عليا ستريس كبير من بعد بطولة العالم في الجامعة طبعا. وفي حاجات كتير بين المذاكرة وبين، وعشان كده بصراحة الرياضيات لازم يتفرغوا، يعني الرياضة لازم تبقى، هو للأسف احنا عندنا الجامعات المصرية لحد دلوقتي مش حافز الرياضي، ما فيش حافز رياضي وما فيش أي امتيازات للرياضيين، فهو للأسف اللي بيكمل فيها هو اللي عايز ينجح في الحاجتين مع بعض. ناس كتير قوي قوي من زمايلنا مجرد ان هم بيخشوا كليات، خاصة ان هي كليات قمة، بيبطلوا. انا شفت ده مع نماذج كتير طبعا. يمكن انا اخترت شويه الطريق الصعب ان انا احاول اكمل في الاثنين واحاول ما يحصلش دروب، وده دي الصعوبه وده التحدي يا جماعه، هو ده التحدي، وربنا ان شاء الله ان شاء الله هتقدري. انت في كليه بتدرسي ايه؟ كليه صيدله القاهره. موضوع صعب برضه. رحاب قولي لي بقى انت بتعملي ايه، بتحضري لايه دلوقتي، وصلتي لايه، قولي للناس وصلتي لايه، وبرده احنا بنتكلم مش بس على الانجازات اللي انتوا عملتوها كبارالمبيكس او متحدي اعاقه، ولكن برده على التحديات اللي انتوا بتواجهوها كبنات. يعني احنا لسه طبعا جايين من حدث كبير طبعا بره اولمبيات البرازيل. الحمد لله حصلت على الميداليه الفضيه. براو دلوقتي براو. طبعا مكملين طبعا وبنجهز نفسنا لبطوله العالم في المكسيك ان شاء الله، هي في سبتمبر، في 30 سبتمبر ان شاء الله. ودي طبعا بوابه او يعتبر بطوله مؤهله لطوكيو 2020 ان شاء الله، فهو ده الهدف وده الحلم ان شاء الله اللي احنا بنسعى ليه. انت متجوزه؟ متجوزه وعندي بنت. وعندك بنت، ربنا يخليها لك. جوزك بقى بيلعب معاكي ولا جوزك مثلا بيدعمك ولا ايه بالظبط؟ هو جوزي طبعا بيشتغل في مجال تاني خالص. هو في التصوير. المجالين يعني مختلفين، بس طبعا ان احنا اتفقنا مع بعض ان انا كامل رياضه وكده، وطبعا ابتديت ان انا اوفق بين المعسكرات والتدريبات. يعني انت يعني معلش يا انت بص بقى، دي بطله بجد. احنا بنتكلم على ان عندها مشكله، عندها نوع من انواع الاعاقه بس هي بتتحدى الاعاقه، وبعدين عن متجوزه وعندها بنت وبطله رياضيه، يعني كل الحاجات دي مع بعض. طبعا وبكون مبسوطه وسعيده جدا. ازاي بتعملي كل ده؟ طبعا ايام المعسكرات اللي بيبقى الموضوع صعب عليا، اللي بيساعدني كتير طبعا في الموضوع ده والدتي بنتي. طبعا بس بنوته عندها كام سنه؟ 3 سنين. فهي بقى هي اللي بتتولى امورها كلها وانا في المعسكر. طبعا هي بتساعدني فيها كتير، يعني ده مدياني الثقه ان انا ببقى بتدرب وانا مش قلقانه عليها. يعني هي وجوزك بيدعمك بقى في القصه طبعا دي؟ ما طبعا عشان طبعا بيستحملني ان انا بروح معسكرات وكده، بس طبعا بيشجعني وطبعا بيحب ان انا ابقى كويسه طبعا واجيب ميداليه ذهب. ده طبعا يعني دايما يقول لك هات لنا ميداليه ذهب. هو حتى في البرازيل هو تنبأ لي ان انا اجيب ميداليه فضيه واحلم لي بكده، والحمد لله جبت ميداليه الفضه. غاده يعني سمعتي كلام جيانا، يعني ان المجتمع دايما هتتجوزي امتى وانتي بنت جميله وجيانا كمان، يعني ها يلا اول بنت ملهاش غير بيتها وجوزها، البنت لازم كذا، ما انتي لو اشتغلتي وبقى معاكي فلوس وكبرتي او بقيتي مشهوره محدش هيحبك. بتسمعي اكيد كل طبعا اكيد، بس يعني انا بشوف ان لو حد ما حققش نفسه مش عارف يسعد اللي حواليه. يعني فانت لو اتجوزتي ومش مبسوطه، او لو خلفتي برده مش فولفيلد او مش مبسوطه انت شخصيا بذاتك، فازاي ممكن تنقلي اي حاجه بوزيتيف لاي حد حواليك؟ يعني فهي تبقى حاجه صعبه. ف طبعا حاجات كلها يعني بتحبط الواحد كده. ايه اصعب حاجه بتواجهها الست يعني حد بيشتغل في مجالك في مصر في المجتمع المصري؟ لا في مجالي اصلا ما عندنا مشكله ان هم محدش فاهم انا بحارب عشان اقول انا بعمل ايه، ولا وليه اصلا انا شغلتي مهمه، وليه ممكن تغير في حياه ناس، او ليه ممكن تخلق فكره او تريجر ايموشن، او يعني يعني موضوع اصلا صعب ان انت تشرحي ليه ديزاين مهم وانا ليه ديزاينر او بعمل ايه، غير ان انا بنت. فالموضوع بقى يعني طبعا اصعب كتير، اخف واصعب. طيب انا معانا من بالسكايب من كاليفورنيا بطلتنا فريده عثمان السباحه العالميه. طبعا فريده مش عارفه اقول لك ايه، صباح الخير مساء الخير، اكيد عندك الدنيا صبح دلوقتي. صباح الخير. صباح الخير يا فريده، عامله ايه في الجامعه الاول؟ الحمد لله النهارده لسه متخرجه خلاص، كان اخر. اتخرجتي، مبروك مبروك. الله يبارك فيكي. ده احنا بنكلمك في ظرف تاريخي يعني.
الف مبروك اتخرجتي، وده هتكملي في امريكا فريده ولا هتعملي ايه؟ اه ان شاء الله عشان هكمل سباحه لحد طوكيو 2020، فهفضل يعني هرجع مصر شويه وبعدين هنسق مع مدربتي هنا في امريكا نشوف ايه بقى البلان والبروجرام لحد طوكيو 2020 ان شاء الله. فريده انت اخر رقم عاملاه ايه؟ يعني ايه الرقم الكبير اللي انت كنت عاملاه في السباحه؟ كان اخر حاجه كان عندي بطوله الجامعات، كل الجامعات في امريكا بيشاركوا في البطوله دي، ونزلت فيها 100 يارد فراشه واخدت فيها اولى، وده كان ثالث اسرع رقم في التاريخ. اسرع رقم في التاريخ؟ في تاريخ الجامعات. لكن كمان انت بطله افريقيا. بطله افريقيا وحاملت الرقم القياسي في 50 متر فراشه، فانت يعني اسرع بنت شفناها، اسرع بنت في السباحه. قولي لي يعني تقولي ايه البنات يا فريده اللي بيبقى عندهم احلام بتحلم انها مثلا تتعلم سباحه وحد يقول لها لا عيب، لا ما ينفعش، ما عندناش بنات تعوم، الكلام ده كله، وانت نموذج لفتاه قدرت تحقق احلامها وتكسر كل التقاليد اللي ممكن تحبطها. انا عايزه اكون زي نموذج لكل البنات اللي في مصر وحتى في افريقيا، ان لو عندك هدف ان شاء الله ممكن تحققيه لو بجد عايزه تحققيه. وانا هو نموذج، واشتغلت جامد واتمرنت جامد وحتى سافرت امريكا بره عشان اعرف اعمل الاثنين، دراسه وسباحه في نفس الوقت. فعايزه اشجع كل البنات في مصر وفي افريقيا كلهم ان ده ممكن يحصل، وان شاء الله بس بتشجيع من رياضات ثانيه ورياضيين ثانيين، وان شاء الله يعني يبتدوا يحققوا النتائج دي برضه. بتتمرني قد ايه يا فريده في اليوم؟ كتير بتمرن، يعني ساعتين الصبح وساعتين بعد الظهر، وبعدين ساعات عندي جيم، فحسب اليوم يعني، بس تقريبا 4-5 ساعات في اليوم. ما بتزهقيش ساعات؟ لا طبعا بزهق، يعني بالذات عشان السباحه لعبه مش يعني مش مسليه قوي، بس يعني عندي هدف وبعمل كل حاجه عشان احقق الهدف ده. ويعني بحب قوي المنافسه في السباحه، فده بيخليني اكمل برضه. ايه هدفك بقى دلوقتي؟ دلوقتي انا هقعد في امريكا هنا لحد شهر 7 عشان عندي بطوله عالم في المجر ان شاء الله. وبعدين بقى يعني هبقى بفكر في الاحتراف، فهرجع مصر اشوف سبونسرز وايجنتس وكل الموضوع ده عشان اساعد لمشواري طوكيو 2020. موضوع الاحتراف ده موضوع مهم جدا، لكن مش شايفه ان الاحتراف في امريكا ممكن يكون يعني اسهل شويه من الاحتراف في مصر؟ اه طبعا هيكون اسهل، بس عشان عايزه اعمل الاثنين، يعني عايزه اكون في مصر وعايزه اكون في امريكا، فهرجع مصر الاول اشوف النظام وبعدين هرجع هنا امريكا برضه عشان يعني بحاول الاقي احسن ديل في الاثنين. فريدة مامي ما بتقولكيش فريدة يعني أهم حاجة يا حبيبتي غير إن أنت تاخدي ميدالية الذهب وتكوني أول إفريقيا وأول العالم، إن أنا أشوفك بالفستان الأبيض والكلام ده؟ هو طبعا بتقولي كده، بس يعني أهلي ومامتي وأخويا كلهم بيشجعوني إن أنا يعني أكمل في السباحة، وطبعا بتقولي ارجعي مصر عشان وحشتها وارجعي مصر عشان نجوزك يا ماما، عشان أنت هناك مش هتتجوزي. بس هما يعني بيشجعوني ان انا اكمل برضه في السباحه وكل حاجه. وهو الحقيقه ان الاهل اللي داعمين هما بيبقوا طبعا اللي بيساعدوا البنت انها تكمل طريقها. فريده احنا فخورين جدا بيكي، وببقى دايما سعيده لما بستقبلك عندنا، وسعيده جدا ان انا بكلمك النهارده في يوم تاريخي، يوم تخرجك يعني. مبروك مبروك فريده عثمان. اتخرجتي من ايه يا فريده؟ فماركتنج وادفرتايزنج. وجامعة ايه؟ UC Berkeley، University of California Berkeley. وجامعة مهمة جامعة بيركلي طبعا. طيب مبروك فريدة عثمان السباحة سباحتنا العظيمة، ببارك لك على التخرج، وفريدة تكمل طريقها لمزيد من الميداليات. بشكرك يا فريدة من كاليفورنيا. فريدة عثمان، فريدة جانا، فريدة قالت نفس كلام انت بتحسي بيه اكيد، التمرين التدريب والفكرة. بتتمرني قد ايه؟ بتتمرني قد ايه يا جانا؟
هو اساسي اربع ساعات في اليوم، تمرين الصبح قبل الجامعه، وبعد كده نطلع الجامعه ونيجي من الجامعه على تمرين تاني. الفتره اللي قبل البطوله مثلا بشهر او شهر ونص ممكن نوصل لست ساعات في اليوم. ما بتحسيش بقى كده؟ لا بشوف اصحابي ولا بخرج ولا، وتدي مامتك تقول لك ها يلا يا جيهان عايزين نجوزك، ما انت كده، ما انت طول ما انت في التمرين مش هنعرف نجوزك ابدا. والله اكيد صحابي بيوحشوني، واكيد يبقى نفسي اعيش حياه زي اي بنت طبيعيه، اخرج واتفسح وبتاع، بس يعني انا عندي تارجت او عندي حلم نفسي احققه، فعارفه ان انا لازم اتعب له. ممكن اتعب الفتره دي وادوس على نفسي، بس هستريح بعد كده مجرد بس ما اوصل للهدف اللي انا عايزه اوصل له. ولاني قبل كده حسيت بلحظات يعني فشل او كده حسيت بيها، وحسيت قد ايه وحشه وقد ايه بتوجع، فقررت اني لا، انا لازم اعمل كل اللي عليا علشان خاطر ما احسش الاحساس اللي انا حسيته ده تاني، لان بجد لحظات الفشل دي بتبقى وحشه جدا جدا، او لحظات الياس عامه لو فضلنا قاعدين فيها كتير او ما عرفناش نخرج منها بتبقى بالنسبه لنا كارثه وبتدمر حياتنا كلها. فعشان كده انا واخده قرار في حياتي ان انا لازم اتعب على قد ما اقدر، وفي الاول في الاخر النتيجه بتاعت ربنا، يعني هو بس كاتب كل فكره ان حاجه. التعب علشان ما اقعش في اي لحظه يأس ولا اي لحظه فشل، وده مش هيحصل غير بتعب بالظبط، بمجهود. انا حسيت يمكن اكتر فترتين كانوا مؤثرين جدا في حياتي 2009 اول بطوله عالم ليا لما خسرت وجبت سادس عالم. ساعتها انا حسيت اسوأ احساس ممكن احسه في حياتي، يعني حلمي بقى اللي انا بتعب علشانه كانت اول بطوله عالم ليا ومره واحده الدنيا خسرت، ضلمت. بس كان عندي يقين ان ربنا مش هيضيع تعبي، يعني انا تعبت وعملت اللي عليا فربنا مش هيضيعه. فالحمد لله من بعدها، من اول بطولة عالم بعدها في 2011 لحد 2017 الحمد لله معايا ست ميداليات ذهب عالم على مدار السنتين اللي فاتوا، ما خسرتش ولا ايفنت طلعت فيه الحمد لله. فهو ده هي، يعني هي دي الفكرة، احنا عندنا هدف بنتعب له عشان نوصل له. طبعا بيأثر على حياتنا وبيأثر على حياتنا الشخصية، وناس كتير بتشوفني بتخاف مني، ناس كتير بتخاف، اللي ما يعرفنيش كويس بيخاف وبيفتكر ان انا مسترجلة وعشان بطلة عالم وبتاع، بس ما بسمعش، يعني بقيت ما بسمعش، ما بقاش يهمني قوي الناس بتبص لإيه قد ما بيهمني الفكرة اللي انا مؤمنة بيها وعايزة اوصل لها بس. رحاب انت كمان عديتي اكيد بلحظات يأس ولحظات وجع ولحظات احباط. طبعا، واللحظات دي اللي بتوصلك ان انت تبقي احسن، الياس ده بيقويك اكتر مش بيضعفك، بيخليكي تدوري على الاحسن. طبعا ده اساسي. طب اذا كانت فريد، اذا كانت جيانا بتلعب كاراتيه والناس ممكن تقول دي مسترجله وكده، برغم انها بنوته زي القمر يعني، ويعني بجد بنت جميله، جوزك انت بقى انت بتعملي رفع اثقال يا ماما، ما خافش مثلا، ما قلقش؟ والله برضه ما بيخافش، لان انا طبعا في التمرين حاجه وفي البيت حاجه تانيه خالص. انا في هي التمرين دي الفكره. انا في التمرين ممكن بطلة. تكوني في الشغل جد جدا، في حياتك حاجه تانيه. حياتي بقى البنت الست بقى اللي بتشوف بيتها وشغلها تطبخي بقى وكده؟ طبعا كل حاجه. تعملي كل حاجه؟ ايه؟ تعملي كل حاجه؟ كل حاجه، كل حاجه، مش حد بيساعدني خالص. انا بقوم الصبح، يعني دلوقتي الروتين بتاعي نورمال، يعني ان انا بروح الصبح التمرين، اجي يعني اول حاجه بودي بنتي الحضانه، وبعد كده اروح التمرين، وبعد كده اجي من التمرين اجهز الغدا. لا يعني بيتي بطله بقى. يعني بكل المشاكل اللي عندها تحدي لكل الظروف، وده طبعا. وانا سعيده جدا بصراحه باللي انا بعمله ده، بحس ان انا ايه، يعني حاسه ان انت بتحققي حاجه. وحاسه ان انا مفيش حاجه ناقصاني، ان انا بعمل زي الانسان النورمال خالص، يعني مفيش اي ولا حاسه باي حاجه، ده ودي طبعا نعمه من عند ربنا. الحمد لله. غدا بتسمعي، ما بتسمعي كل ده، انت تعرضتي للحظات فشل طبعا، يعني هو انا يعني اعتقد انه من غير فشل او يأس او اكتئاب في فتره معينه، يعني هي دي اكتر حاجه بتدي طاقه ان انت تكملي and to prove it wrong، وبيبقى تشالنج اكتر، يعني تحدي. فتحدي بالظبط قوي، فما اعتقدش ان اي حد ناجح ما عداش بفتره فشل طبعًا. طويله او يعني كتير. او مؤلمه او بحاجه طبعا يعني، هي فكره التحدي ان انت بتتحدي نفسك وبتتحدي مجتمع كتير يقول لك ان انت مش هتنجحي وانه مش هينفع ومش هتوصلي، بس انا عندي ثلاث نماذج الحقيقه وصلوا برضو للعالميه، وصلوا برضو لمستوى ان هم ما بينافسوش على مستوى محلي بس، هي بتنافس على مستوى بره، وعندهم احلام اكتر
شويه من الاحلام التقليديه. على فكره الاحلام التقليديه مش وحشه ومش غلط انك انت يبقى حلمك بس انك تكوني ام وزوجه ده حلم طبيعي، لكن الحلم الاهم ان انت تكوني انت، تقرري ان انت تكوني انت الشخصيه، انت الانسانه، انت بتعملي حاجه انت بتحبيها، عشان الليل بعد ما تنامي بنتك او ابنك او حتى لو ما فيش ولاد انت بتنامي حاسه بالرضا والسعاده. ده مهم جدا ومهم جدا لكل واحده فينا. انا بشكركم بجد ان انتوا نورتونا النهارده، جيانا ورحاب وفريده. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل بنات بيرقصوا باليه في الشارع. ترقصي باليه في الشارع؟ طب الباليه ده فن يعني كلاسيكي جدا، غالبا بتتعلميه في الأوبرا، ممكن تتعلميه في النادي، ممكن تتعلميه في مراكز معينة، لكن في الشارع البنات اللي هيكونوا معانا دلوقتي زي ما انتوا شفتوا رقصوا في الشارع، رقصوا باليه في الشارع. ايه الهدف؟ الهدف انه مش بس عشان ننشر فن الباليه، ولكن كمان عشان نحب البلد اكتر ونروج للسياحة اكتر. ومين اللي اهتم بيهم؟ اهتمت بيهم قنوات العالم وميديا في العالم كله، اهتم بمصريات يرقصن الباليه في الشارع. اسمحوا لي ان انا ارحب بجميلات الباليريناز اوف كايرو. روشان، خليني اجيب الاسامي يا بنات. روشان الشرمولوسكي و فيرو. ثانية واحدة، روشان الشرموسلي. الشرمولوسي مظبوط. الشرمولوسي طيب. صعبة قوي. صعبة قوي، صعبة يا روشان قوي قوي. طب قولوا لي بقى الأسامي، يعني روشان الشرمولوسي، روشان هشام مش كده؟ وفيرونيكا عماد، ومنى منى هشام، ومريم الجبالي. إيه يا بنات قصة باليريناز أوف كايرو؟ إحنا مجموعة من البنات بنرقص في الشارع. معانا المخرج محمد طاهر، هو صاحب الفكره هو احمد فتحي، ومريم هي كانت اول البنات اللي نزلوا ورقصوا في الشارع. الفكره في البدايه ان احنا بنحب حاجتين قوي، بنحب الباليه جدا جدا، وبنحب شوارع مصر زي اي حد الصبح بدري. فقلنا ما ننزل نتصور في الشارع ونرقص ونلبس جزم الباليه اللي هي فيها خشبه البوينت. فلقينا بالصدفه ان الموضوع سمع جدا، الناس ابتدت تتبسط قوي، فابتدينا بقى نعمل، تجيلنا بقى افكار مختلفه، ننزل في اماكن مختلفه اكتر. انتوا كلكم دارسين باليه؟ كلنا دارسين باليه. فين بقى؟ احنا
حتت مختلفه. يعني انا وروشيل مع بعض في النادي من واحنا صغيرين. نادي ايه؟ نادي الشمس. اوكي. مريم معانا برضو. بس بعد النادي رحت الاوبرا تنميه مواهب. وقابلت فيرو، عرفت فيرو من الاوبرا. انا كنت برضو في النادي وانا صغيره، وبعد كده رحت الاوبرا. دايما النادي ممكن يبقى بدايه كل الناس بالظبط، سواء في رياضه او في الباليه او في غيره. لكن بنات احنا بنقول التحرش في الشارع وخايفين من التحرش في الشارع، انتوا بترقصوا باليه في الشارع مش خايفين؟ الحقيقه ما كناش خايفين، لان الباليه بيعلم الجرأه جدا وبيعلم القوه وبيعلم حاجات كتيرة. اول ما ابتدينا ننزل نرقص كنا بنشوف نظرات في عيون الناس، هي بتبتدي تحرش لكن بتنتهي باعجاب. يعني كنا بنراقب كده نظرات عينيهم، بنلاقي ان هم لا الناس مبسوطه وكل واحده عندها مواقف بقى كتير. هتبقي متعوده على طول ان انت يور ديفرنت. بترقصوا فين فيرونيكا؟ بترقصوا فين؟ في الشارع، كل حته، في الكوربه، في المقطم، في الازهر، فروحنا فين تاني، في الزمالك، على كوبري اكتوبر. انا رقصت على كوبري قصر النيل. كوبري قصر النيل وقفت برجليها فوق السور بتاع الكوبري. فوق سور الكوبري؟ ما خفتيش؟ لا، بس كانت الساعه 6 الصبح، فحسيت اللي هيحصل محدش هيزقني يعني اكيد، ومش هيحصل حاجه. بنات محدش من اهاليكوا قال لكم انتوا مجانين تنزلوا ترقصوا باليه في الشارع؟ طبعا ماما قالت لي انت مجنونه. بس برضه في نفس الوقت وانا خالص بيشجعوا طبعا، بس هم قلقانين طبعا. بس الفكره هي بتبقى عارفه انه ما دام هي بنتها شيز دانسر، هي مختلفه. انا بعمل حاجات الناس الطبيعيه بتبقى شايفه انها مريبه، بس انا بالنسبه لي ات ميكس بيرفكت. زي ايه يعني؟ قولي لي كده. زي مثلا ان انا ما اخرجش عشان اروح التمرين، او ان انا افوت فرح عشان عندي حفله، او ان انا ما اشوفش اصحابي بالاسابيع وبالشهور عشان عندي دانسينج كلاسز ومش فاضيه. عشان ده احلى. لا، وبنبدا نبدا نخسر بقى اصحابنا. يعني نخسر بقى مش مهم، اهم حاجه التمرين. المهم التمرين. برضو نفس الشيء بالنسبه لك؟ نفس الحاجه. انا يعني من وانا صغيره كانت ازمتي في الحياه ان انا كل يوم خميس مثلا صحابي كلهم بيخرجوا يروحوا النادي، انا لا، انا عندي تمرين. فالتمرين اهم كتير. حاجه مقدسه بالنسبه لنا كده. ايه بقى المواقف اللي انتوا تعرضتوا عليها يا روشان؟ يعني انا مثلا في مواقف حلوه وفي مواقف وحشه. خلينا نبتدي بالحلو. كنت في اسوان، عملنا رقصنا في اسوان في مكان حلو قوي اسمه غرب سهيل. فابتدوا البنات الصغيرين النوبيات شافوني برقص، جم قعدوا يرقصوا معايا وابتدوا يتعلموا معايا، وقعدوا يقولوا لي مفيش هنا مراكز بتعلم الباليه. وبعدين ابتدوا بقى الولاد يبصوا وبتاع، فهم ابتدوا بقى اللي يحمونا ويقفوا ويقولوا لهم لا سيبوهم براحتهم يرقصوا براحتهم. دي كانت من المواقف يعني اللي قابلتها في الشارع. عمركم اتضايقتوا فيرونيكا؟ حد ضايقك عمره؟ خالص. فعلا يا جماعه انتوا بتبهروني والله العظيم، بتبهروني. ما حدش ضايقكم يعني؟ مش بالعكس اصلا والله. يعني انت بالعكس بقى، محدش بيعدي يقول لك يا موزه ايه الكلام العجيب ده؟ ما بتسمعيهوش بجد. بتسمعيهوش بجد. بننفصل. بيبقى في حاجات ثانيه بتخليكي بجد تحسي قد ايه وات يو دوينج از بجد اتس فاليبل. لما تخشي النادي وتلاقي البنات الصغيرين بيبصوا لك كانك اله داخل، بصي دي اللي مش عارفه بتعمل ايه، فبتحسي بجد ان انت لا دي صورتك كنت واقفه على السور؟ هي دي. دي كانت هتنتحر خلاص بموت. منى، ايه اهم موقف حصل لك؟ انا بالنسبه لي اهم موقف كانت بدايه البروجكت خالص، عشان احنا اصلا كنا بادئين البروجكت يعني كان حاجه فور فن كده. بدانا بانستغرام بيج صغيره، عمرنا ما تخيلنا ان احنا هنوصل للعدد ده. يعني احنا قربنا لل 100,000 على فيسبوك. مريم. بعد بقى ما لقينا تفاعلات الناس على الانستغرام كبيره جدا، قررنا بقى ان احنا نكبر كده ونعمل فيسبوك بيج. كانت دي بصراحه اهم حاجه بالنسبه لي، يعني لما لقيت رد فعل الناس ايجابي قوي مع البروجكت بتاعنا. انتوا بتشغلوا مزيكا مثلا؟ بتعملوا ايه؟ هو مش بتبقى مزيكا، احنا بننزل نرقص، بننفصل تماما عن العالم الخارجي. بترقصوا على ايه؟ مع الرقص على ميوزك؟ مش بنرقص على مزيكا خالص، بنرقص في الشارع لوحدينا بالبوينت. فكره البروجكت وي نيد تو اكسبرس اور سيلفز، وفي نفس الوقت ريفلكت حلاوه شوارع مصر. يعني انتوا بتشتغلوا للسياحه يعني كمان؟ هو الحقيقه انا عايزه اوضح، احنا ما كناش قصدنا كده في الاول. احنا في الاول كنا نازلين ان احنا بنحب الباليه قوي وعايزين نعبر عن نفسينا، لكن لقينا ان ناس من امريكا بيعملوا شير للصور، ناس من المانيا، ناس في الهند كتبوا عننا، ناس في جنوب افريقيا، سي ان ان كمان، وبي بي سي، وفوج اريبيا، فانيتي فات، لانه مصريات بيرقصنا في الشارع يعني بالظبط. فلقينا ان الموضوع ظريف لتنشيط السياحه،
فابتدينا بقى ان احنا نشتغل على النقطه دي ونروح اماكن اكتر، ونفسنا الحقيقه ان احنا نوصل حتت اكتر واكتر، نفسنا نخش جوه المتحف المصري، جوه قصر عابدين، بس طبعا فكره التصاريح هي اللي بتعاكسنا شويه. لا لا بس ممكن نتكلم طبعا سيد وزير السياحه ووزير الاثار اكيد هم لو عرفوا حاجه زي دي بتدعم السياحه. فيرونيكا احلى موقف ايه تعرضتي له في انا الاكسبيرينس بتاعتي كانت مع الحصان. مع الحصان يعني انا بحب الحيوانات قوي، وما كنتش متوقعه ان انا ممكن يعني اقف قدام حصان وارقص معاه، وكان بقى اللي فاجئني اكتر ان هو كان بيرقص معايا. بيرقص معاكي ازاي يا فيرونيكا؟ يعني لو سمحتي يعني ده احساس. احساس يعني كان بيحرك رجله. كنت بسند عليه كده عشان احضنه يقفل عليا كده. يا سلام ايه ده، في ايه؟ مبهر 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 فعلا. طب بنات اكيد اتعرضتوا لمواقف سخيفه يعني لازم. ايه بقى؟ لا يعني مثلا انا وانا واقفه بصور يوم كوبري قصر النيل ده، لقيت بقى ناس من تحت بتصور. لقيت المصور، لا استني ده بنزلي بقى. طبيعي اتس نورمال. كنت برضو كنت ساعتها بنعدي الشارع ومشغلين ميوزك وبنعمل فيديو، وتلاقي العربيات ساعات ناس بتبقى سبورتيف قوي وماشيه وايه ده برافو، وناس ايه ده بتعمل ايه ده يعني. حدش قال لكم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ في العيله في الاصحاب في العيله لا يعني الناس اكتر مبسوطين ومبهورين بالصور حلوه قوي، فهم فرحانين بيها اكتر يعني. تشجيع اكتر. انتوا عندكم مواعيد معينه بتنزلوا بتصوروا ده للتصوير بس، ولا انتوا كمان بتنزلوا في مواعيد معينه تعملوا كونسرت؟ احنا بدانا في الاول البروجكت خالص كنا بننزل 6 الصبح مثلا لو الدنيا بتبقى فاضيه، بس لما لقينا ان البروجكت ابتدى يتعرف اكتر يعني استريحنا شويه في المواعيد، ننزل المغرب عادي يعني. ايوه بتعلنوا بقى ان باليرينا زوف كايرو هينزلوا يرقصوا في اليوم ده؟ احنا بنعمل مفاجآت، بنحب نعمل مفاجآت يعني. مثلا ساعة الكريسماس نزلنا رحنا عند الميادين اللي بتبقى متزوقة بالانوار، ونزلنا تصورنا عندها وبعدين بننزلها از سيربرايز. بنحاول ان احنا كمان نخلي الفوتوشوت بتاعتنا تبقى ريليتد شوية في السبرينج، نزلنا عملنا فوتوشوت عشان سبرينج. في رمضان برضو ان شاء الله هننزل نعمل، وعملنا السنة اللي فاتت حاجة عشان رمضان، فبنحاول ان هي تبقى مفاجأة يعني. رمضان مالهمش اي علاقة بس حلو. احنا بنخليهم يبقى لهم علاقة. فساتين حلو قوي، منهم الفستان الاخضر اللي انت لابساه روشان. ده مين الديزاينر؟ بتعملوا ايه يعني؟ دي مها عبد الرشيد. الحقيقة ان هي حد موهوب جدا. هي الفكرة بتاعتها ان هي الفساتين بتحاول ان هي ترجعنا للزمن الجميل زي فساتين فاتن حمامة وسعاد حسني. فبالصدفة هي لقيتنا على الفيسبوك وحست ان الفكرة بتاعتنا قريبة شوية من فكرتها. فعملنا كولابوريشن مع بعض ونزلنا صورنا بالفساتين بتاعتهم، وده الحقيقه كان قوي ده في وسط البلد اهو كده يعني بجد. والحقيقه ان الفيديو دلوقتي عامل 1 مليون فيوز و2 مليون ريتش، وناس بقى حوالين العالم لقيناهم بيعملوا شير وفكره مصر وحشتني. طبعا لانك بتوري جمال جمالكم مع جمال البلد يعني بالزبط. مع جمال البلد اللي احنا كتير بنشوفها شكلها وحش وهي حلوه جدا. يعني هي حلوه جدا. طب روشان وريني بقى، انت وعدتيني انك نشوف جزمه الباليه. انا جايبه جزمه الباليه يعني. احنا كنا بنتكلم جزمه الباليه دي يا جماعه عايزه ارض معينه وكده. هي دي حقيقه. دي بترقصي فيها بالشارع ازاي؟ بنرقص فيها بالشارع يعني، بنعرف ان احنا نعمل ده. هي الجزمه الناس مش فاهمه احنا بنقف ازاي على ترتيب صوابعنا. هي دي بتبقى عباره عن خشبه بنقف بيها. أوكي. وبنحط جواها طبعا حاجات علشان ما تبقاش الالم يبقى خفيف شويه. ايوه فدي خشب مش فدي جزمه خشب. تبقى الحقيقه مؤلمه جدا. دايما كنت بسال هي الجزمه ازاي بيقفوا على صوابع رجليهم. انا كنت متخيله ان هم بيقفوا فعلا على صوابع رجليهم. وصلنا لمرحله ما بقاش عندك صوابع رجلين بقى خلاص اساسا. بقايا بس نبقى مبسوطين بده على فكره. انا قمه سعادتي لما اتعور من التمرين، ببقى فعلا مروحه حاسه ان انا مبسوطه وعملت حاجه. دي فعلا قمه سعادتي قبل ما انام. بنبدا إن أنا بقى نغير كل جزمنا ان احنا ما نبينش صوابعنا. طب وريني بقى، يلا البسي الجزمه وورينا. ممكن وانتوا بتتكلموا. حاضر. فهو حاجه ما تركزوش معايا قوي. يعني ما فيش بقى الاهل، كنا بنتكلم انه اعملي اللي انت بتحبيه. الاهل بقى ما فيش بقى لازم تتجوزي؟ ما انت طول ما انت ماشيه في الشوارع بترقصي كده عمرك ما هيجي لك عريس. هم اكيد بيرموا كلام يعني. ايوه بس لا يعني انا مره بابا نزل معايا ومره ماما نزلت معايا، قالوا لي طب احنا بقى عايزين نيجي نتفرج على الحلاوه اللي انتوا بتعملوها. بيشجعونا. انا مامتي في صراع بين ان هي نفسها تشوف بنتها
بنت طبيعيه بتتجوز وعايشه في بيت وبين انها فرحانه بيا وشايفه قد ايه انا مختلفه عن بقيه البنات وشي سبورتنج مي. فهي بالعكس لا هم عمرهم انا لسه مريم. بدري بقى انا لسه انت اصغر واحده. انا مريم عندك كم سنه؟ انا 18 ثانويه عامه بقى. اوكي ثانويه عامه انت جاي وسط المذاكره والحاجات. هي الفكره كمان ان البالي بيحقق لنا سعاده، مش بنبقى محتاجين فكره البنت لازم تتجوز علشان احنا مبسوطين بحياتنا، مبسوطين واحنا بنرقص، حياتنا بنضيعها في حاجه حلوه. يعني دايما بقعد اتكلم مع نفسي اقول انا لو مت بكره انا مش متضايقه ان انا جيت الدنيا وعرفت حاجه اسمها باليه، حاجه بالروعه دي، حاجه بتخليني مبسوطه كده، حاجه بترضي نفسي. وده نقوله، احنا عايزين نقول للبنات الصغيرين اللي انه الباليه في يعني لازم تتعلمي حاجه حلوه. لو نفسك تلعبي باليه او ترقصي باليه، باليه ده رقص راقي جدا، وانا عارفه انه بيتفرجوا علينا بنات كتير جدا، وفي ناس بتحاول تدخل الباليه في الصعيد والباليه في اسيوط، وكان مزمان. عندنا فريق من هنا الشباب بيحاولوا يخلوا بنات يرقصوا في الصعيد وفي المنيا، فده بنحييهم جدا وبنقول ان هو ده اللي احنا عايزين. الفن كل انواع الفن سواء الرقص الشعبي او رقص الباليه، رقص ده نوع من اجمل الحاجات اللي بتخرج خوارينا بقى يا روشين، عشان فجاه اسرت. هي طويله انا طويله أسرت. بس هو البوينت يعني يلا ورونا مزيكا يا جماعه بقى كده. انا هوري لحضرتك احنا يعني حركات كده بسيطه. المزيكا دي طبعا اسمها داينج سوان. احنا بنقف كده وبنعمل مثلا حركه اسمها بادبوري، هي حركه رقيقه في الحقيقه ان الرجلين بتبقى موجوعه شويه يعني. في برضو عايزه اوري لحضرتك حاجه اسمها ريفيرونس، دي اللي هي التحيه بتاعت الباليه. بنعمل كده اللي هو الوضع الخامس ثانك يو، ودي تحيه الباليه كده اللي هو يعني اول ما بنخش الكلاس وقبل ما بنخرج بنعمل كده يعني. بعدين مثلا بنمشي بنخرج بره وبرجع اقعد مكاني ثاني. بيمشي وماشي لطيف جدا، بحس انها فراشه. في قوه والله، هو الناس بيحس ان الباليه حاجه دلكت ورقيقه، بس هو بيعلم القوه جدا يعني. انا حاسه ان الباليه علمني قوه رهيبه في السلك. السلك اصل كمان احنا يعتبر بنستخدم كل مسل في جسمنا، بنحاول نمرنها، نعمل نبني عضلات في حتت غريبه يعني. ما هو دايما يعني ده رياضه عنيفه الباليه ده. بالظبط، فيزيكلي ديماندنج زي كره القدم. يعني البنات انتوا بتتمرنوا رياضه كمان. بالظبط. يعني محتاجه ان يكون يعني حتى صوابع رجليكي فيها عضلات، كل حته فيها عضلات، محتاجه ان انت تكوني قويه قوي، لان في نفس الوقت راسك بتعمل حركه، ايدك في حته تانية، رجليكي بتعمل حاجه، كل جزء في جسمك توافق عضلي عصبي كل حاجه يعني. كمان المفروض ان انت بترفلكتي حاجه معينه، ممكن اعمل رقصه حزينه قوي فابقى متضايقه، ممكن اعمل رقصه دلع شويه اسمها كارمن جميله جدا فابقى بتدلع، ابقى مديه اتيتيود الدلع، حاجات مختلفه يعني. هو يعني بغض النظر عن الفيزيكال سترينث من الباليه، لا هو الباليه بيعلم حاجات كتير انا فارق معايا في شخصيتي بغض النظر عن انا بعمل ايه في الرقص. ازاي بقى؟ منا دكتوره على فكره، دكتوره مش دكتوره قوي يعني نص دكتوره. بيخليكي كونفيدنت، بيخليكي بتتعلمي انك ما تعرفيش حاجه اسمها فشل، انك على طول بتقابلي تشالنجز وتعديها وتقعي وتقومي تاني، بيعلمك انك تعملي تايم مانجمنت لوقتك، عشان انت على طول من وانت طفله عندي امتحان وعندي الباليه لازم اروح وعندي حفله وعندي ماما بتزعق وعندي مذاكره فعلى طول انا اتعلمت ان انا لا باجي على نفسي، ما عنديش حاجه اسمها ان انا قاعده ما بعملش حاجه على طول ورايا حاجه، لا هو بيعلم كل اتس يعني اتس اوفر ويلمنج. الناس عايشه من غير رقص. طيب معايا معانا مها عبد الرشيد، مصممه الازياء اللي عملت الازياء التحفه الجميله الفيري كالرفل اللي موجوده لباليريناز اوف كايرو. مها مساء الخير، وحقيقي بحييكي على الالوان والديزاين والذوق الراقي. ميرسي ميرسي جدا ليكي، ميرسي قوي. يعني قولي لي ايه اللي خلاكي تقرري انك تعملي تصميمات خاصه لباليريناز اوف كايرو؟ احنا متابعينهم من زمان الصراحه، يعني انا مصريه بس انا عايشه بره مصر. وعندي بوتيك بامبا بقالي حوالي 7 سنين. ودايما بحاول ادور على بروجكت وطرق وحاجات تبين جمال مصر الصراحه. فاحنا عثرنا عليهم وشفنا البيج بتاعتهم على انستغرام، والصراحه انا انبهرت بشغلهم يعني. الباليريناز والتصوير والاخراج يعني حاجه صراحه خلتني اشعر. فمن ساعه ما احنا شفناهم وانا حطيت في راسي ان احنا لازم نعمل حاجه مع باليريناز اوف كايرو، لانه يعني البروجكت تحفه.
فتواصلنا معاهم، اتكلمنا مع محمد طاهر واتفقنا معاه وقلنا له ان احنا عايزين نعمل حاجة مخصوصة لبامبا، لانه احنا فساتيننا كلها يعني ليها انفلونس من الخمسينات، وفساتين كلها كبيرة، فالموفمنت بالفساتين يعني انا تصورتها تكون حاجة حلوة. وهي فعلا الفساتين مدية الموفمنت كمان روح مختلفة الحقيقة. بالظبط بالظبط، فهي الفساتين بتتحرك معاهم وهم ما شاء الله يعني يعني لما لبسوها حلوها اكتر واكتر يعني. مها انت بيست فين؟ يعني ايه مقرك؟ مقرك فين؟ انا في دبي. انا انت في دبي وبوتيكي في دبي. ايوه بامبا موجود في دبي. مصممه ازياء مصريه عايشه في الامارات برضو مش سهل. لا مش سهل يعني، انا 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 اتولدت في الكويت وعايشه في الخليج طول عمري، يعني انا عايشه في دبي بقالي حوالي 20 سنه. بس طبعا بزور مصر كتير، بس يعني عشان ما جاتليش الفرصه انه انا اعيش في مصر وان انا يعني ادخل في الكالتشر المصري، دايما بحس ان انا عايزه اعوض ده بحاجات توري مصر، واحنا يعني بتجيلنا الفرصه ان احنا نعرض حاجاتنا في باريس فاشن ويك، وبنسافر كتير وبنتعرض لاعلام وميديا انترناشونال، فكل ما بتجيلي فرصه انه انا ابين مصر وابين جمال مصر دي حاجه انا يعني ما بفكرش ابدا ان انا ما اعملهاش يعني. انا بشكرك يعني دايما top of our agenda يعني. انا بشكرك جدا وبحييكي مع عبد الرشيد برضو نموذج نجاح اخر لمصريه في الخارج، هي صحيح مقيمه في الامارات ولكن هي قدرت انها تثبت وجودها ضمن مصممين دبي دلوقتي بقت يا جماعه يعني بقت مهمة جدا في الفاشن، كل الـ البوتيكس بيجوا يعرضوا، كل بيبقى فيه فاشن ويك، بيبقى يعني بقت مهمة جدا في المنطقة، وهي اللي عاملة الديزاينز الجميلة المبهجة جدا لفساتين باليريناز اوف كايرو. احكوا لي بقى حكاياتكم انتوا كبنات بقى، بتصحي تعملي ايه روشام؟ يعني انا بالنسبة لي بشتغل، انا مراسلة اخبار هنا معاكم، فيومي دايما كله في الشارع تقريبا، عشان على فكره واحده من اهم شاطره جدا مراسله، انا افتكرت دلوقتي مراسله شاطره جدا جدا جدا، ربنا يخليكي. فبيبقى يومي كله تقريبا في الشارع، بجري جدا عشان الحق كل حاجه بين المراسله والباليه. يا جماعه ده في فرق يعني، انا عايزه اقول لحضرتك انا عشان الحق التمرين اوقات كتيره بيبقى معايا العربيه برميها في الشارع واركب المترو عشان المترو سريع جدا والحق اوصل التمرين، وبمرن باليه كمان اطفال بقالي فتره، وحاجه ممتعه جدا برضو ان انا احس ان انا بعلم اطفال وباثر في اجيال، تبقي انت باصين لك ونفسهم ان هم يبقوا زيك في يوم من الايام. فبحاول بقى ان انا اعمل كل حاجه. بتمرنيهم فين؟ لان ناس كتيره بتسال. في سناتر مختلفه، بس انا شايفه ان احسن حاجه يتمرنوا فيها هي الاوبرا، مركز تنميه المواهب ونادي الشمس طبعا. وده طبعا بجد، لا انا بيبقى في انتماء كده، فكره نادي الشمس من النوادي اللي خرج ناس كتيره جدا في لعب كتير العاب وباليه دي حقيقه. والحقيقه فيرونيكا بتعملي ايه؟ انا في ارشاد سياحي الجامعة، وعشان الجامعة عندنا يعني عملية أكتر، فعلى طول بننزل مثلا المتحف بقى والأهرامات وكده، وبرضه بدرس مع روشان يعني في أماكن برضه متقاربة بس. منا أنا بشتغل برضه. أنتي صيدلانية؟ بشتغل في نسلي، بس انا بصحى الصبح بجد بقعد اعد الوقت بالعكس، يعني عماله الساعه انت هتيجي 6 عشان انزل، عايزه انزل اسيب الشغل، عندي باليه، يا اما عندي دانسينج كلاسز، يا اما اي هاف ستوديو، يعني فتحت مدرسه اسس صغيره كده، فلسه بتقوم على حيلها. فبقعد ما شاء الله بجد انا متابعاكي بقى. كل حاجه، ويدو باليه، سالسا، فولكلور، يوغا، منا مدربه سالسا كمان على فكره، كلاس اللاتين. فيعني بعمل كل حاجه. سالسا حلو، السالسا ده عايزه اجي اتعلم سالسا قوي، بحب سالسا عموما. تعالي والله هتتبسطي جدا، سحله يعني لا هنخس شويه، يبقى في هنخس شويه. It will change your life والله. ومريم انا بقى بما اني ثانويه عامه يعني، ف الدروس واخده معظم سحلاكي. بس في نفس الوقت بحاول اتمرن اكتر في البيت بما اني ما فيش وقت قوي ارجع الاوبرا. لا كملي. ماشي. بحاول اتمرن اكتر في البيت والستريتشز وكده عشان اخلي لياقتي لغايه ثانويه عامه ما تضيعش يعني. انت بتضيعي وقت كتير جدا. جدا. طب ممكن تتصلوا يا جماعه بفاطمه نعود، اعتقد انها عايزه تتصل.
لو نبص بس على الواتساب وتركزوا معايا شويه. بمناسبه اللياقه كمان كنت عايزه اضيف حاجه ان من الكومنتس الطريفه قوي اللي بتجي لنا، هو انتوا مش بتاكلوا محشي؟ هم الناس دي بتاكل محشي. طبعا بنات رفيعين جدا، بناكل على فكره محشي، بناكل كل حاجه، بس هي الفكره ان جسمنا بيحرق بسرعه وبنعمل تمرينات وما بناكلش. دي رياضه الباليه ده رياضه عبقريه على فكره. رياضه بس كلكم وزنكم ما شاء الله رفيعين. اتعودنا خلاص. واخده بالك عشان انت مستواكي هيقل لو سبتي نفسك تاكلي المحشي والحاجات دي. منى بقى عندها هسس لما بتتخن جرام. روشان الحقيني انا اتخنت، وهي يعني اصلا رفيعه. هو الوزن الاصح للباليرينا المفروض تبقى 45. ايه بس يعني احنا كده في شلات يعني. 45 6 كيلو جسمك يبقى خفيف. هي الفكره في 45 دي عشان المفروض الباليرينات الولاد بتشيلهم، فعشان ظهره ما يتكسرش. طب ما فكرتوش ان انتوا تجيبوا ولاد معاكوا يرقصوا باليه؟ نفسنا والله، بس انا نفسي في حاجه مختلفه جدا. انا نفسي انزل ارقص تانجو في الشارع يعني. انا نفسي بجد نفسي الفوتو شوت اللي جاي نفسي اعمل تانجو في الشارع في ميدان طلعت حرب. يعني مش عارفه الناس بتعرف عظيمه وماله يعني. نفسي جدا نفسي اعمل. تفتكروا ردود الافعال؟ انا حاسه ان الموضوع مش صعب لان احنا اصلا اوريدي كسرنا الموضوع ده. لا ودلوقتي والله لا، الاكسبتنس بتاع الناس للرقص مش زي من 10 سنين مثلا. ده حقيقي. لا يعني انا ما فيش ام اعرفها الا لما عايز تودي بنتها باليه. باليه او حتى بترقص يعني رقصات مختلفه او لا خلاص. لا بقت الامهات والاهالي بيزقوا، مش زي زمان انا كان اهلي عجبا ان هم بيزقوني على حاجه زي كده. دلوقتي لا، هو الناس كلها دير اوير بفوائد الرقص او الحركه عامه، والكله بيزق انه عايزين ولادهم يطلعوا يكبروا، عايزين بنتنا لما تكبر تبقى زيك، عايزينها ترقص، عايزين، وناس هي اللي بتجري. فلا الاوانس. نفسكم في ايه يا بنات؟ مريم انا نفسي ان الناس بقى كل الناس عامه تتقبل الستريت ارت، يعني مش شرط الباليه، الستريت ارت عامه. ان ناس الاقي ناس فجاه نازله تغني عادي في الشارع زي ما بيحصل في اي مكان يعني في العالم. نفسنا يعني في اللي هو الستريت ميوزك والستريت دانسينج. بالظبط. ده عظيم جدا على فكره، بيدي بهجه، بيدي حياه. وانت لما بنمشي بره في الشارع وتلاقي ميوزك كده او تلاقي حد، بيدي بهجه عظيمه جدا. طب معانا صديقتنا الكاتبه فاطمه نعوت. مساء الخير يا فاطمه. اهلا بيك يا استاذه لميس. اهلا بيك. اهلا بيك. ايه الجمال ده؟ شايفه مبهجين جدا. انا عايزه اقول لك ان دول البنات دول حققوا لي انا شخصيا حلم قديم جدا. الرقص في الشارع. ايام الاخوان التايت. انا اسفه ان انا هذكر لكم حاجه. لا اتفضلي. خارج السياق الجمال ده، بس يعني عشان انت عارفه الاشياء بتظهر طبعا. وقت ما طلع حد منهم قال الباليه فن العراق، انا اتجننت على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، لان انا من طفولتي كان نفسي جدا ارقص باليه، وماما كانت بالمذاكره وحاجات. انا شايفه كلهم متفوقات اهو. طبعا. يعني ده بيهدم نظريه ماما ان التفوق لازم يبقى في الدراسه بس، دي حاجه. بعد كده كان نفسي اجيب بنت عشان اعلمها باليه، جبت ولدين. معلش برضه ممكن تعلموا باليه برضه يا فاطمه. والله هذا حلما. لا هي الباليه ما عرفتش ليه بحس الباليه. طبعا بتحسي برقص بنات، بس ما هو دايما في الولد بيرقص في الباليه، ده مهم. صحيح. فلما قالوا هذا التصريح المخل اتجننت. فعملنا ايه بقى؟ رقصنا باليه في الشارع. طبعا انا ما بعرفش ارقص، بس الراقص الاول باليه في مصر اللي هو هاني حسن، جابوا فرقه الباليه بتاعت الاوبرا ورقصنا في اعتصام المثقفين يا استاذه لمين. أيوة. في الشارع، في شجره الدور، شارع شجره. ايوه طبعا. وراحوا شتمني معاهم ورقصوا، والفيديو نازل على يوتيوب وكده، واحنا بنرقص الدور بقى، رقصنا الدور بقى. فاللي بيعملوه البنات دلوقتي ده، انا انت عارفه ساعتها قلت لهم ميرسي، سكرت الاخوان طبعا، سكرتهم وقلت لهم ميرسي جدا، انتوا نبهتونا ان الباليه مش مفروض يبقى على الستيج بس، ده الباليه لازم ينزل في الشارع. وهم نزلوا الشارع كسروا كل الحواجز. مش ممكن. شيء جميل، شيء بديع، شيء مدهش مدهش. انت عارفه يا استاذه الرقص ده مش مجرد فن، ده صلاه، ده لون من الوان الصلاه. حقيقي. انت عارفه في امريكا اللاتينيه في فنزويلا وشعوب فقيره جدا، انا عندي مقاله كلها بترقص، يقشرون اوجاعهم بالرقص طبعا. يعني حتى الفقراء لازم الرقص يوميا يروحوا يرقصوا مارينجي ومش استامبا ورومبا والحاجات دي كلها، وهم شعوب لا تكاد
تجد ما تأكله. صحيح. الرأس صحيح. مش فن رفاهية. الرأس حياة ضرورة طبعا. ضرورة من ضرورات الحياة. فلما يجتمع الرأس هذا الفن النبيل والراقي البالي مع بنات جميلة وناجحات في حياتهم وشكلهم امور كده ورشيقات لا وبينزلوا الشارع يا فاطمه بينزلوا الشارع انت فاهمه ينزلوا يعملوا معادل موضوعي للاسف اللي احنا بنشوفه حوالينا من انهيار في العماره في شكل العماره بيخلوا المكان حلو يعني عارفه ازاي تبصي على المكان تقولي ممكن ايه تقولي عليه قبيح لكن اول ما بينزلوا ويبتدوا يرقصوا في الشارع المكان بيبقى جميل الرشاقه دي وان هم منفصلات عن الواقع ده شوفي هم ده بيرقصوا بدون ميوزك من غير مزيكا شيء لا يصدقه عقل انا مش مصدقه ان هذا الجمال في مصر يليق بمصر هذا الجمال يليق بمصر هذا الجمال ميرسي يا فاطمه جدا جدا على تليفونك بشكرك وبشكرهم ميرسي وبجد يعني اسعدتيني وانا البنات كمان اسعدوني جدا حسسوني بالبهجه كده في حاله من البهجه والتحدي لكسر جمود كل الافكار اللي بتحاول تحيط بينا وتقفل علينا افكار كتيره بتخوفنا وحاجات كتيره نعملها ويقفلوا علينا بخوف وانتقاد ونظرات ويحصروكي لانك بنت ويحصروكي لانك ست ما تخافيش كسري الطوق احنا جبنا لكم نماذج كتيره جدا كسرت الطوق مليون مره لكن مفيش نموذج اقدر اختم بيه حلقات هنا الستات الموسم ده وان شاء الله نرجع لكم بعد رمضان بهنا الستات تاني احلى من نماذج باليريناز اوف كايرو بنات كسروا الطوق كسروا الخوف كسروا الجمود كسروا نظرة المجتمع اللي ممكن تحبط أي بنت وتخنق أي بنت وتقول لها لأ الرقص عيب والرقص حرام وهترقصي وهترقصي في الشارع رقصوا في الشارع بأجمل فن وأرقى فن اكسري الحصار اللي عليكي خرجي وتكلمي وكوني انتي هي دي رسالتنا في هنا الستات بشكركم يا بنات شكرا بشكركم جدا المره الجايه هاجي انا ارقص معاكي ايه رايكم ما بعرفش ارقص باليه بس هنضطر اتعلم وبشكركم اعزائي المشاهدين نتقابل يوم السبت باذن الله وهذه لميس الحديدي تحييكم تصبحوا على خير